بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. هل تشي المقدمات بالنتائج إبراهيم؟ أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس، الحلقة 719 من ملك وكتابة، يطرح فيها المهندس عدلي الاستهلال المنطقي. هل تشي المقدمات بالنتائج؟ ده بالضرورة. غالبا لو استمرت أسباب البدايات، يعني لو بدأت بسلبيات ما عالجتهاش ضروري هتشي بالنتائج، لو بدأت بإيجابيات ما خدتش بأسبابها واستمرت عليها برضو تشي بالنتائج. لكن طب لو بدأنا بالعناوين؟ طب ما هو ممكن تلاقيها هتشي بالنتائج بجد؟ طب نبدا بعناوين الحلقه. مقالي وما قالوا، فقط مجرد بدايه. الغربال، لهذا نلعب الكره. وبعظمه لسانه الحكم قبل المداوله. الشموع الحمراء عن اسماعيل سري باشا. لكن اسرار الملك عن نصر قرطاج. ومجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده كان محتوى حلقه النهارده، لكن عايز اطمنك الاول على حاله الفريق بشكل عام. النهارده الاهلي مستر بيتش موسيماني بدون راحة، الفريق استأنف تدريباته استعدادا لمباراة الأحد مع البنك الأهلي. الكل شارك في التدريب، يمكن ده جانب من تدريبات اليوم. ما شاء الله عدد كبير من اللعيبة في الملعب. اللعيبة اللي شاركت امبارح في مباراة الإسماعيلي أخذوا تدريبات استشفائية، لكن المهم حارس المرمى الدولي الكبير الشناوي بينفذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بالجري حوالين الملعب. والدكتور احمد ابو عبله قال ان هو بمجرد ما هينتهي من تدريباته البدنيه هيكون الجهاز الفني هيحدد موعد مشاركته في تدريبات الكوره. اخيرا سمعنا خبر جيد. الجميع يشارك في التدريبات. ايوه. وارجو ان دي تكون نقطه لصالح النادي الاهلي، ما يستثمرهاش البعض في خلق المشاكل. لان المقارنات ودائما الحديث على من لا يلعب دي مسألة غير محترفة وغير يعني مقبولة أبدا. أيوه. وخلينا ناخد من بداية مباراة الأهلي وإسماعيل والتشكيل، مش هخش في التفاصيل، إنما أنا عايز أقول التشكيل الذي أقلق الجميع، ولكن تأتي أيضا المباراة لتجاوب على هذا الذي أريد أن أوضحه. ما نحكمش إلا من خلال رؤية فنية للجهاز الفني. المستر بيتش موسيماني عمل جلسة مع علي معلول، وعلي معلول شارك في تدريبات استشفائية أيضا لوحده، ثم اجتمع مستر بيتش موسيماني على انفراد مع بيرسي تاو وعمرو السولية في مهام تكتيكية وبعض الملاحظات على أداء الأمس. واطمأن مستر بيتسو على تنفيذ كل اللعيبه للمهام التكتيكيه في ظل طريقه اللعب الجديده اللي بدا ينفذها الفريق بفعاليه من مباراه الامس. كمان الكابتن وليد سليمان الحاوي بيأدي تدريباته التاهيليه، المفترض جاهز للمشاركه في تدريبات الكره بعد ما اكمل برنامجه التاهيلي اللي نفذه من الاصابه اللي كانت لحقت به في مباراه الحرس الوطني. ده يمكن التمرين اللي كشف عن العدة الكاملة بقى، عدد اللاعبين في الفريق ما شاء الله في كل المراكز في وفرة عددية. الجهاز الفني عنده مرونة عالية جدا للتعامل مع كل المراكز، حراس المرمى حتى في ظل غياب الشناوي على لطف بحالة جيدة جدا، مصطفى شوبير يتدرب بقوة وجدية، حمزة علاء أيضا. فبقت العناصر كلها باشمهندس ما شاء الله. اللهم يعني
بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وده اللي انا بقوله، ان الوفره بقدر ما هي مطمئنه بقدر ما هي عايزه حكمه وعايزه شخصيات ناضجه تتعامل معاها. الشخصيات الناضجه هنا اقصد بها اللاعبون، لان لازم نبقى عارفين ان الموسم بتاعنا قد نحتاج الى 50 مباراه، نخوض 50 مباراه متنوعه، محتاجه كل عنصر من عناصر الفريق. محدش ضامن ولا حاجز مركزه، وهي فرصة موضوعية جدا للجهاز الفني عشان يتجنب إرهاق اللاعبين على مدى هذه المباريات. طيب، بمناسبة ضغط المباريات كمان على الصعيد الدولي، لأن معظم هؤلاء اللاعبين لاعبين أعضاء في المنتخب الوطني، وحتى الأجانب منهم أعضاء في منتخباتهم. الاتحاد الدولي النهارده عدل مباراة مصر والجابون، دي المباراة الختامية في تصفيات أو في المرحلة الأولى لتصفيات كأس العالم، كان من المقرر هتقام مساء يوم 16 نوفمبر، قدمها يوم أو أجلها يوم، بقت 16/11 بدلا من 15/11، تعدلت يوم واحد وهتقام عصرا بدلا من مساء يوم 15. دي هتكون في ختام، دي بيحكمها غالبا توقيتات الرعاة لنقل المباريات. والاتحاد المصري كان طلب من الجهات الأمنية ومن الاتحاد الأفريقي السماح بحضور 30,000 متفرج، لكن حتى الآن ما تلقاش موافقة، لكن أعتقد حضور 1,000 مشجع في مباراة الدوري حتى الآن مؤشر. لا، عندك مؤشرات كتير، عندك مؤشرات كتير بتقول إن البلد يعني بإذن الله زمام الأمن فيها بيتحسن تماماً. تمام. وفي ثقة في الوضع الأمني. فأعتقد أن قد نشاهد كثافة في الحضور الجماهيري سواء للمنتخب أو للأندية بعد كده. خاصة دي مهمة جداً. ماشي أدنى من التزام. ايوه، الجماهير في بالظبط في هذه التجربة يعني. مزيد من الالتزام من الجماهير اللي بتحضر بتنفيذ التعليمات الخاصة بتنظيم المباريات والالتزام بالسلوك الرياضي، هيساعد إن شاء الله على مزيد من العودة لهذه الجماهير في المدرجات. دي كانت إطلالة سريعة على ما لدينا من أخبار، لكن تبقى دائما وأبدا ضربة البداية. مقالي ومقاله فقط مجرد بداية، ده كلام مهم جدا جدا يا جماعة. استمتعنا بأداء الأهلي امبارح، استمتعنا بهذا الفوز الكبير، هذا العرض الشيق الراقي الرائق اللي فيه كل حاجة من فنون الكورة، لكن دي فقط مجرد بداية يا باشمهندس. مجرد بداية، وعجب دي جدا جدا يأتي هذا التعبير على لسان نجم صاعد في النادي الأهلي. أنا عارف إنك مجهز له حاجة، لأن أنا وجهت له نصيحة. هو تجاوز نصيحتي. يعني أنا قدمت له نصيحة، قلت له عندك مقاومات، سلوكك هو اللي هيوضح لنا إذا كنت هتبقى لعيب كما نتمنى وتكمل ولا. فالحقيقة فاجئني مفاجأة سعيدة بالتعليق اللي قاله، يا جماعة مش عايزين نبالغ. طيب، عايزين نعمل إيه؟ رائع جدا إن الرسالة تيجي من أحدث الوجوه وأصغر اللاعبين. أحمد عبد القادر واحد من العناصر المبشرة جدا امبارح بعد المباراة مع الزميل فاروق صلاح. ايوه يا سيدي. انت بتنكشني عشان اقول لك فاروق صلاح. احمد عبد القادر قال كلام مهم لفاروق صلاح عن ضربة البداية وظروفها، نشوفها. اولا الحمد لله، اول يمكن ربع ساعة او ثلث ساعة ليا مع النادي الاهلي، الحمد لله قدرنا ننفذ المدير الفني عايزه مننا، وقدرت الحمد لله اول اهدافي برضه مع الفريق. فبشكر كل اللعيبه اللي ساعدتني على كده، وبتمنى ان الاستمرار اهم حاجه، الاستمراريه. لسه ما عملناش حاجه في بدايه موسم، اهم حاجه الاستمراريه ان شاء الله، وتبقى سنه واضافه للنادي باذن الله. يعني هو ده اللي انا عايز اكد عليه، فان ياتي هذا المعنى من هذا اللاعب ببتدي اطمن، عايز استمر على هذا الفكر وعلى هذا الالتزام. مجرد بدايه، المهم نستمر، مش عايزين نبالغ. كل دي معاني الحقيقه كانت تحضرني وانا ارى المشهد وارى استاذ ابراهيم، هذه
الحفاوة والمبالغة في استقبال هذه البداية الجميلة. ما احنا كمان لما هنغرق في الإشادة والتفاؤل مش عايزين تيجي لحظة ما نلاقيش هذا المشهد يتكرر بحذافيره، نبتدي بقى ايه ايوه بقى ونرجع تاني لما نشاهده من المبالغة العكسية في الإحباط والتندر والكلام ده. عايزين نتوازن في مشاعرنا وفي استقبالنا. النادي الأهلي عظمته انك هو ده المستوى اللي انت عايزه، لكن سيب المدربين يا استاذ ابراهيم هم اصحاب الرؤية. يعني بذمتك ساعة ما شفت التشكيل ما قلقتش؟ قلقت واتضايقت. واتضايقت، قلنا الله، هو انا قلت ايه، هو ليه موسيماني بيحط نفسه في هذه الاختبارات الصعبة؟ لكن لما تشوف الأداء ده انا قلت بيني وبين نفسي. لكن رجعت تاني وقلت الله، هو أدرى أهل مكة أدرى بالشعب، هو اللي عارف الحالة بتاعت اللعيبة، وهي دي المفاجآت اللي بتسمح بيها تشكيلة الأهلي وحالة اللعيبة. ومن حقه انه يستخدم اوراقه بالطريقه اللي تطمنه هو، لكن مع التزام اللعيبه والتوفيق طبعا. ما هو خلي بالك النتيجه بتساعد طبعا على ان انت تشوف الكلام ماشي ازاي. النتيجه طبعا خلت ان كل حاجه عملها في هذه المباراه يعني صح. لو النتيجه عصلجت شويه ممكن كان يبقى للناس رأي تاني بنفس الأداء. نتمنى التوفيق ونتمنى إن احنا نترك الأجهزة الفنية تعمل، لأن مؤكد هي عايزة تنجح أكتر مننا. طيب، هي فقط مجرد بداية؟ طبعا الفرحة والتعبير عن المتعة وعن السعادة بأداء الأهلي وبفوز الأهلي وقدام فريق كبير زي الإسماعيلي شيء رائع جدا وشيء مطمئن لجماهير الأهلي ويبعث على البهجة، لكن زي ما المهندس عادل أشار، الخطورة في المبالغة، آفة مدينتي المبالغة والأفورة، إن الناس حتى، وده مهم جدا للعيبة ومهم جدا للجهاز الفني ومهم جدا لكل مكونات المناخ بتاع الفريق، إن احنا بنلعب بطولة بنبدأ في سيزون، البداية كويسة لكنها فقط مجرد بداية، يمكن البناء عليها، يجب البناء عليها، يجب الانطلاق منها. طمنت الناس على حاجات كتيرة، أعادت للجمهور الكثير من الثقة في مستر بيتسمان وفي الجهاز الفني والكفاءة اللعيبة بالكواليتي العالي بتاعهم، كل ده كويس، لكنه لا يعني أي شيء إلا إذا بنينا عليه بمسؤولية والتزام وعقلانية شوية، بدون مبالغة وبدون تهويل وبدون ما الدماغ تتقل وبدون ما اللعيبة تحس إن عملت كل حاجة خلاص. لا، إحنا فقط خدنا 3 نقط من مشوار طويل قوي، هتلعب 34 مباراة لعبت واحدة منهم. ده إذا اتكلمنا على بطولة الدوري اللي واحد من أهداف الفريق السنة دي استعادة درع البطولة. فإحنا عايزين باستمرار كل مباراة نطلع منها بالمكاسب. طبعا شايفين معظم اللعيبة جاهزة، معظم اللعيبة من الحالة البدنية والذهنية الكل في حالة جيدة جدا. نبني على ده يا باشمهندس. نبني على ده. تحب نتناقش في تفاصيل ولا جاية فقرة هنناقش فيها الأمر بتفاصيل؟ لا، التفاصيل جاية. طيب، هأرجي بقى رأيي على بعض الظواهر والكلام اللي أنا عايز أعلق عليه. ده كلام مهم جدا يا جماعة، في مجرد هذه البداية اللي احنا بنتمنى وبنأمل البناء عليها من الجميع. على فكرة حتى دور الجمهور، الجمهور اللي بيحضر في المباريات مهم جدا، ومستر بيتسو موسيماني قال لهم رسالة لذيذة جدا، قال لهم إن أنا شعرت بيكم برغم الأعداد الصغيرة، حتى عمل تويتة بالمعنى ده، برغم الأعداد الصغيرة ليكم اللي موجودة في المدرج، لكن تأثيركم كان موجود، إحساسكم وصل لنا بشكل كويس، أنتوا دايما وأبدا اللاعب رقم 12، إحنا بنشكركم. دي التويتة بتاعت مستر بيتسو موسيماني لجماهير الأهلي، بالرغم من قلة عددكم في الملعب لكن كنا حاسين بتأثيركم، كان دوركم وحضوركم موجود، أنتوا دايما اللاعب رقم 12 وبنشكركم جدا على دعمكم لينا. خلي بالك جزء من انبهار مستر موسيماني قبل ما يجي النادي الأهلي كانت الجماهير. أيوه، وكان بيصورها وكان بيقول ايه ده، انا ممكن استمتع ده في يوم من الايام، استمتع بده في يوم من الايام، فجاء ما لحقش يستمتع. انما البدايات بتقول له كمل يا مستر موسيماني هتستمتع باذن الله. هتستمتع يا مستر بتسوماني وهتتابع معانا هناك الكثير في
الغربال لهذا نلعب الكرة. كرة القدم اللعبة الشعبية الشيقة المحبوبة لدى معظم أهل الكرة الأرضية. الناس بتلعبها عشان تستمتع، والناس بتتفرج عليها عشان تستمتع. جمهور الأهلي حتى والفريق كسبان الحرس الوطني بطل النيجر 6 كان مش مبسوط. امبارح الأهلي بيكسب الإسماعيلي 4، الروعة والشكل في الأداء خلت الجمهور عنده قدر عالي من السعادة والبهجة والفرحة بأداء الفريق. هنشوف بعض العناوين في صحف النهاردة ازاي استقبلت افتتاحية الأهلي للدوري، ونرجع نناقش المهندس عدلي في انطباعاته. مجلة الأهلي كان منشطتها ميرسي تاو. أنا شكرا يعني شكرا تاو. بتبسط قوي من عملية الربط اللي أنت عايش فيها دي، والإفيهات اللي بتطلع تلقائية. وميرسي تاو. ميرسي تاو. بالرباعية الأهلي فتح الكلية، والأحد القادم إيداع جديد في الرصيد الأحمر بالبنك بإذن الله إن شاء الله. وهتفت الجماهير للموس شكل تاني لعبك أنت. ده تعليقا على طريقة اللعب والنقلة النوعية اللي في أداء الفريق. جريدة الأخبار قالت الأهلي يبدع ويهزم الإسماعيلي برباعية، تاو يكشف عن موهبته، وموسيماني يكسب الرهان. الأهرام في الصفحة الأولى، الأهلي يكتسح الإسماعيلي برباعية في أمسية للمتعة والأداء الراقي. وقالت الأهرام في الصفحة الرياضية، الأهلي المدهش يعزف سيمفونية أمام الدراويش في ليلة الرباعية. الأهرام المسائي في نسخته الإلكترونية قال الأهلي أبدع في ضربة البداية ورباعية الإسماعيلي. وقال كمان الأهلي روعة البداية. موقع يلا كورة قال الأهلي يستعرض قوته برباعية في الإسماعيلي ويدشن حملة استعادة الدرع. موقع في الجول قال الأحمر يقص شريط الدوري، ثنائية بيرسي تاو تزين فوز الأهلي على الإسماعيلي برباعية. الحقيقة حتى الصحف الأفريقية يمكن والمواقع الأفريقية، الأهلي في مكانته القارية كان ليها تعليقات كتيرة في صحف جنوب أفريقيا بالذات. يعني الاي او ال قالت أخيرا زأر الأسد، وسيتيزن قالت بداية خيالية، وكيك أوف قالت تاو حظي بدعم موسيماني في أول ظهور رائع له مع الأهلي، وذا ساوث أفريكان قالت بداية لا تصدق، وسبورت 24 قالت ربطت بين تألق تاو في ظهوره الأول مع الأهلي وإشادة مستر بيتسوماني وجماهير الأهلي بيه. ده كان يمكن اهتمام صحف جنوب أفريقيا باشمهندس بأخيرا زأر الأسد. حلو. في الإشارة إلى حلو العنوان ده، تألق بيرسي تاو مع الأهلي. هو طبعا في جنوب أفريقيا يهمهم جدا يتابعوا اتنين دلوقتي. بعد ما كانوا بيتابعوا موسيماني لوحده عندهم بيرسي. بيرسي بالنسبة لجنوب أفريقيا لاعب مهم جدا. وإحنا نعرفه هنا وهو بيلعب في بطولة الأمم الأفريقية، لأنه أحرز الهدف بتاع جنوب أفريقيا الذي أقصى المنتخب المصري. وجاي من تجربة احترافية في أقوى دوري في العالم. كل ده خلت الناس مترقبة. ولكن اللي زود الدراما أنه جاء ليصاب مع المنتخب قبل ما جينا بثلاث أربع أيام، ويثير الجدل سواء هنا ويثير الترقب في جنوب أفريقيا ويثير القلق لدى جماهير الأهلي. فأصبح بيرسي مشاركته الأولى ناس كتير جدا بتتابعها. اللي بيتابعها عشان يقول لك مش قلت لكم انه جاي مصاب، واللي بيتابعها عشان يقول لك يا ترى ابننا هيشرفنا بتوع جنوب أفريقيا، واللي بيتابعها هنا في مصر يا ترى هي دي الصفقة اللي بننتظرها. وأخيرا الجهاز الفني الذي كان يترقب هذه المشاركة، هو أنا كنت محق في الرهان عليه ولا لا؟ استطاع أداء بيرسي من هذه المباراة، واللي عايزين نربطها بهذه المباراة، مش عايزين يقول لك إيه دونت جامب تو كونكلوجن، لا تقفز إلى النتائج. ولذلك أنا بقول لك هل تشي المقدمات بالنتائج، لأن في أحيانا الناس
تتسرع تقول لك ايوه كده هو ده، ويجي بعد شويه يبتدي النقد لما ما يستمرش هذا التوفيق. عايزين ناخد كل حاجه في حجمها، لكن بنقول ان الاهلي اخذ بالاسباب، والجهاز الفني استطاع من خلال قراءته الفنيه لاوراقه ان يقدم الاوراق بشكل جيد حتى في التغييرات والبدائل. يعني اللحظات القليله التي لعبها البدلاء حظيوا في هذه المباراه بثقه الراي العام والاعلام والجماهير، وربنا وفقهم في انهم حافظوا على تفوق النادي الاهلي، بل بالعكس زياده النتيجه. بالمناسبه مستر بيتسو موسيماني مع الاهلي لعب كده 65 مباراه، فاز في 46 مباراه وخسر خمسه، خسر خمس مباريات فقط من ال 65 مباراه، وسجل الاهلي معاه 134 هدف واستقبل 49 هدف. تعادل 14 مباراه، يعني تعادل 14 وخسر خمسه، وكسب 46 من الخمسة. عارف مشكلتنا في ايه؟ مش في الخمس هزائم، في ال 14 تعادل. لان جم في ظرف وتوقيتات كانوا مؤثرين جدا معظمهم يعني على مسيره بطوله الدوري، وده اللي زعل الناس. لكن الحقيقه ان لازم نقول ان الراجل ده تجربته ناجحه، ما هيش عايزه مناقشه طبعا. انما عشان يستمر في النجاح كنا طالبين نشوف منه حاجات تانية، كنا طالبين بقى ان هو انت لما تطلب لعيبه هتطلبها ازاي؟ لحد دلوقتي الامور ماشيه، البدايه مبشره، الاستمرار على استخدام الاوراق وان لعيبتك تبقى بهذا النضج سواء الاساسيين او البدلاء هتبان مع تقدم المباريات، لان زي ما قلت لك ما بقاش حد ضامن مكانه. بترجعني لجيل هيدوكوتي في السبعينات. محسن صالح كان بيقول لك اخاف اوطي اربط الجزمه لاني بره. صحيح. كله يركن. وايضا مع مصر مانو جوسيه، والراجل ما كانش مكتفي، كان كل سنه رغم تفوق العناصر اللي عنده يدعم بعناصر تانية. كابتن محسن صالح يعني حرص على يكرر التجربة هو في لجنة التخطيط بقى. أيوة، ما هو عارف الأمور يعني هتمشي إزاي. نرجو إن إحنا ننتظر ونتريث عشان نبتدي نقول أيوة كده الأهلي بقى هو ده في الحال. طيب، حلقة النهاردة يا جماعة فيها دروس مهمة جدا للجميع بما فيهم إحنا برضو، لأنه الحكم بدري قوي وبدون معلومات كان أمر مكلف جدا. بيرس تاو اللي الناس كلها انبسطت من أدائه امبارح وكل المحللين وقفوا عند أدائه بشكل كبير، وصحف جنوب أفريقيا طلع منشطتها أخيرا زقر الأسد، هو نفسه اللاعب اللي لما الأهلي جابه والراجل جاله شد عضل، شد عضل اللي ممكن يجي لأي واحد فينا. سمعنا ساعتها كلام من الكابتن مجدي عبد الغني، أعتقد مهم دلوقتي نسمعه تاني. على خبر جالي دلوقتي وهو إن بيرس تاو اتعور في العضلة الضامة. قلت احنا بنمضي ليه 4 سنين؟ ليه بنمضي 4 سنين و5 سنين مع لعيبه ما نعرفهاش؟ قال لك اصل ده كان لعيب كويس ايام ما كان موسيماني بيدرب. قلت لهم اللعيب بيتغير من سنه لسنه. ما لعبش. هتلاقيه السنه ديت اللي ما لعبش فيها دي ولا قعد سنتين هناك عشان ما يفسخوش معاه العقد. يعني هو مش جاهز ومش حمل الحمل. لا ده كلام مش لا. بس المفروض انك انت جايب واحد فت واقف على حيله، ماضي معاه 4 سنين، يا جماعه يا جماعه نرجوكوا يا جماعه تسمعوا الكلام. حرام الفلوس اللي بتترمي في الارض دي، حرام والله. ادوها لحياه كريمه يا اخي. هو انا كل اللي يهمني مش عايزين بقى نقول لكابتن مجدي شفته مش شفته، اللي بالعكس هو كان يعرب عن قلقه، وكان يعرب ان اللعيب بقاله 4 سنين مش عارف مين اللي اداله المعلومه دي، لكن لعل الكابتن مجدي الان يكون قد اطمأن اولا على سلامه اللاعب، لان دي اللي كانت محور انتقاداته، ثانيا على القدرات الفنيه بتاعت اللاعب. فارجو ان يكون من خلال ما قدمه بيرسي قد اطمأن اولا ان اللاعب سليم وعنده قدرات. مدى توفيقه فيما هو قادم، هو نفسه قال ان اللعيب حاله بتبدل من لحظه للحظه، لكن كلنا واحنا بنقيم الامور او بنتوسم النجاح في حد بنبقى لازم نتمتع بقدر من التفاؤل مرتكز على حقائق. حقائق ايه؟ بدنيه،
سلوكيه فنيه بنرتكز عليها. الحاجات دي موجوده؟ اه موجوده. يبقى لازم باذن الله نتسلح بالتفاؤل ونشوف ما هو قادم. شوف، هي جمله نرتكز على الحقائق. هي دي مهمه الاعلام يا جماعه. انا لما اطلع اقول حاجه لازم أن اكون مرتكز على حقيقه، لانه الكلام المرسل الاهلي جايب لاعب ما يعرفوش، ولما اكون جايب لاعب مغمور ليه اغامر ومضيه 4 سنين وهرم كده الفلوس في الارض، هنا مفيش ارتكاز على الحقائق، مفيش استناد لصحه المعلومه، لانه بسبب بسيط جدا جدا يا كابتن مجدي، مجلس اداره اتحاد الكوره وحضرتك كنت واحد من اعضائه اتحل بسبب بيرستاو. بيرستاو كان السبب المباشر في هزيمه منتخب مصر وخروجه من الامم الافريقيه في القاهره، ومن ثم حل مجلس اداره الاتحاد برئاسه المهندس هاني ابو ريده، وكان من ضمن اعضائه الكابتن مجدي عبد الغني. هو ده الارتكاز على الحقائق، هو ده الاستناد للمعلومه البسيطه جدا. الراجل ده مشى الاتحاد، عايزين تفتكروا؟ افتكروا الزميل ابراهيم فايق وقتها بعد هزيمه مصر من جنوب افريقيا قال ايه؟ عفاريت الاسفل. ده احنا خد بقى، احنا بنلعب تاو وحاجات جنبيها، يعني منتخب تاو وحاجات جنبيها، تاو وزونجو، تاو ومعرفش ومين، تاو وها، بس هو تاو ده، تاو ده ناحيه اليمين وناحيه الشمال وفي نص الملعب. شفتوا المدير الفني بتاع جنوب افريقيا بعد الماتش عمل ايه الاجري؟ شاور له ازاي؟ يا راجل دي فضيحه يا راجل. مصر تخرج من دور ال 16 في ارضها وسط جمهورها بالتنظيم ده؟ هو الكلام اللي قاله الاستاذ ابراهيم، الارتكاز للحقائق، مش معناه ان احنا في صراع او خلاف مع احد. الكابتن مجدي اعرب عن قلقه، نتمنى ان يكون اطمئن الان ونقفل الصفحه على كده، علشان ما حدش يبقى كل همه كل ما يتالق تاو نقول مش قلنا لكم، او كل ما لا قدر الله تجيله لحظات اخفاق يقول مش قلت لكم. عايزين الموضوع يبتدي نتعامل معاه بشكل طبيعي، وينتهي الموضوع ان الموضوع الكرة في ملعب بيرسي تستمر على هذا الالتزام وهذا الهدوء وتقدم نفسك بهذا النجاح، خلاص الليلة محسومة. هيبقى لك أداء مذبذب، هتدي فرصة كل شوية للتقييم. طيب، مباراة الأمس برضو جمهور الأهلي شاف الاثنين اللعيبة أبناء الأهلي العائدين من الإعارات، عبد القادر وعمار حمدي. بعد المباراة أنتوا سمعتوا عبد القادر وهو بيتكلم حتى مع فاروق صلاح زميلنا في القناة عن الهدوء اللي تحلى بيه وهو بيسجل الهدف، وكانت تعليمات مستر بيتسو موسيماني ليه إيه. كمان عمار حمدي حتى في نفس الفيديو وعبد القادر بيسجل مع فاروق صلاح، عمار جاي يهنيه وجاي يبارك له، فتشوفوا الروح الحلوه اللي بين اللعيبه حتى الصاعدين. وقال عمار انه الاهلي بيضيف لاي لاعب، وان احنا السنه دي باذن الله مش هنخذل جمهورنا، وكل هدفنا دلوقتي في البطوله استعاده درع الدوري. هقول لكم سريعا بقى، انا بس عايز فيما يتعلق بعمار، في لقطه جت لكابتن علي معلول بعد ما جاب ضربه الجزاء، ساب الناس كلها وراح جرى على عمار باسو. عمار بيفسرها وبس راسه ان انا تنبأت له يا نجم انت هتجيب جون النهارده. بركاتك يا شيخ عمار. الفكره مش كده، ايوه ممكن ما اجيبش جون، الفكره اهو العلاقه، اهو ايوه الروح، العلاقه من عمار للاعيب كبير زي علي معلول. علي معلول يتمنى له التوفيق ويقول له هتجيب جون باذن الله، والتاني يتذكر هذه الجمله، هذا هو الدعم. ايوه الصغير بيدعم بيثق في الكبير ويتمنى له الخير، والكبير بيدعم الصاعد ويقول له. على فكره عمار نفسه في الفيديو ده قال كده، قال احنا يعني لما جينا كلاعيبه صغيرين شايفين الاحتضان من الكبار لينا بشكل محسسنا ان احنا يعني هو كبار ده في الفرقه. ده المعنى اللي انا بتوقف قدامه. مش مساله انه تنبأ وانه كان، لان كل لعيب الروح دلوقتي ممكن وانت نازل يقول لك هتجيب جون، فلما تجيب جون يبقى تنبأ، يبقى حسبها لك. لكن هي الفكره العلاقه، ان اهتم بملاحظتك دي وارجع لك انت اقول لك شكرا. طيب، الاهلي كده في صداره الدوري بالاربع اهداف النظيفه هذا الاسبوع، الاول
البنك الاهلي فاز على طلائع الجيش 3-0، الاتحاد تعادل في اقوى المباريات اللي فيها ريمونتادا عاليه جدا مع سموحه 4-4، فيوتشر فاز على فاركو 1-0، والمقاولين فاز على الشرقيه للدخان 1-0، الجونه تعادل مع سيراميكا كليوباترا 1-1، ودي نفس نتيجه مباراه النهارده اللي كانت بين غزل المحله والمصري، الزمالك فاز على انبي 2-0، وبيراميدز فاز على مصر المقاصه 2-1، السبت بقى ان شاء الله هيبدا الاسبوع الثاني للدوري. الاتحاد هيلعب مع فيوتشر برضو. خلينا نقول الملاحظات اتفضل. بدايه مثيره جدا جدا ودراميه هايله جدا جدا. ولما بنقول المقدمات والنتائج ايوه دي اللي اقدر اطمنهولك بقى انك هتشوف اثاره في هذا الدوري غير مسبوقه. ايوه ليه؟ 26 هدف تم احرازهم في 9 مباريات. 1 2 3 4 5 6 7 8 25 9. 25 هدف في الاسبوع. 26 26 طيب انت اشطر مني في اللعب. دي كثافه جامده جدا. ايوه مباريات ما انتش عارف نتيجتها، فريق يتقدم 4-1 ويطلع متعادل 4-4. ايوه بيقول ايه؟ بيقول ان القدرات الفنيه عاليه في معظم الفرق. اخر مباراه يتقدم المحل على المصري يتعادل معه المصري. ليه بقى الكثافه الجامده دي؟ البنك جاب ده المعدل تقريبا 3 اهداف ونص في كل ماتش. البنك جايب 3-0 في الطلائع. حد يقول كده؟ الناس عماله تقول لك البنك لا البنك والطلائع بطل السوبر والطلائع بطل السوبر وعنده تدعيمات قويه. اذا الفرق لا ما حدش هيقدر يقول الدوري ده هيمشي ازاي. دي ظاهره. الظاهره الثانيه التنقلات الهائله اللي حصلت، زي الكوتشينه اتفنطت ورجعت اتوزعت ما عدا في الاهلي والزمالك، دول اشتغلوا بطريقه مختلفه شويه. يعني الاهلي ما خدش من الدوري المحلي غير استعاد جاب حسام وكريم انما معظم الفرق الكوتشينه اتفنطت وتوزعت بطريقه ثانيه. فتجد ان النجوم الجديده في فرقها المهاجمين بالذات تاو يجيب جولين للاهلي، الكارتي وليد الكارتي يجيب جولين لبيراميدز. ما دي انت برضو دي كلها حاجات بالنسبه للدوري مجهوله. هلال يجيب جولين للبنك. فالمهاجمين لا معبرين عن نفسهم كويس قوي. الاجانب بالذات احنا عندنا 78 لاعب محترف اجنبي في الدوري، منه او بيمثلوا 26 جنسيه تقريبا. كل الجنسيات موجوده. اللعيبه التوانسه تقريبا 16 لاعب. وده شمال افريقيا بقى يغزو بقوه وبين نجوم تقال. ومعين الشعبان كمدرب كمان والمسلوتي والجزيري لا انت لعيبه تقيله معظمها دوليين. صحيح. كمان عايز اتوقف عند لأول مرة الدوري يبدأ بفريق ما مش من حقه يتعاقد. نادي الزمالك أنا أراها ميزة وعيب. العيب إن الزمالك ما قدرش يجيب الدكة اللي هو عايزها ويستفيد منها في اللحظة دي. لكن الميزة هو إنك أنت بتعتمد على صلب وهيكلة الفريق اللي نهيت بيه والتجانس، مع دعم بقى زي المعارين اللي رجعوا لك. الـ 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 على مدى المشوار هنشوف قدرة اللحمة دي والتجانس ده هتكمل لحد فين. لكن كمان ده بيقول لنا ان على إدارة الكرة سواء اتحاد الكرة او رابطة الأندية ان دائما لما هتلتزم هتعود الانديه انها ما تتعرضش لهذه المخاطر.
نعمل دورنا أول بأول، لأن تراكم وتأجيل المشاكل أدى إلى هذا الوضع الصعب جدا. طيب الدوري ما شاء الله عليه، يعني الدوري المصري هذا الموسم نيولوك في كل حاجة، في النقل التلفزيوني أكيد أنتم مستمتعين بالمستوى العالي في الملاعب، حلو قوي الملاعب شكلها حلو، الحضور الجماهيري حتى وإن كان محدود لكن له صوت، رابطة الأندية بتبدأ موسم جديد، حتى الحكام إلا بديين نيولوك إلا في بعض القرارات المهمة اللي هنقف معاهم، إلا الفار، غرفة الفار هي اللي هي المثيرة للجدل في كل الماتشات هنجيلها أكيد. لكن حتى الدوري أصبح مسابقة أو بطولة جاذبة للأشقاء العرب بالذات، قلت لكم في 16 لاعب تونسي في الدوري المصري، في 5 مغاربة، في 3 فلسطينيين، في لاعب جزائري، في 3 من السودان، في لاعب موريتاني، في لاعب ليبي، في 11 لاعب من غانا، في 10 من نيجيريا، في 3 من الكاميرون، في 3 من كوت ديفوار، و3 من بوركينا فاسو، وهكذا. إذن معظم الجنسيات الأفريقية أو عدد كبير منها ممثل في الدوري، في بلجيكي، في موزمبيقي، في كولومبيا، في من ساوث أفريكا طبعا جنوب أفريقيا وأثيوبيا، فما شاء الله عندنا كوكتيل ما يشي أو ما يؤكد أنه هذه المسابقة جاذبة جدا. صناعة كرة القدم في مصر بدأت تحط رجلها في المسار الصح بالضوابط اللي تمت، بالإجراءات اللي اتعملت، وشفنا عدد حتى من الأندية الجديدة. ده معناه يا أستاذ إبراهيم بدأت تصرف كتير على الكرة. ده معناه إيه؟ أن الدوري المصري بالنسبة لأفريقيا هو الدوري الإنجليزي. أيوه. جاذب لألمع الجنسيات والنجوم. النجوم الإفريقية. أيوه. أنت بتشوف ألمع مهاجم في جنوب أفريقيا بيجي لك. بيسيب الدوري الإنجليزي ويجي. ويجي لك. آه. أنت بتشوف اللعيبة من شمال أفريقيا. كلهم دوليين. بيجوا هنا. صحيح. وشايفين ان دي نقله بالنسبه لهم. المدرب معين الشعبان يسيب الترجي لسه جاي لك، يجي للمصري حتى على مستوى التدريب. يجي لك بيتسو. يجي لك معين الشعبان. الاثنين ابطال افريقيا قبل كده. انا ارجو ان احنا بمزيد من الالتزام والانتظام. ايوه. وتطور عناصر اللعبه وفي مقدمتها التحكيم، العداله، ان التحكيم العدالة يوصل بقى يلحق. يلحق هذا التطور وهذا الازدهار للكره المصريه. كرتنا حلوه ونجومنا كويسين وفي شغف وطعم للدوري المصري مش موجود. ده احنا دخلنا في نقله حضاريه لاول مره الدوري بتاعنا تظهر فيه محكمه. يعني حتى ديت والله انا خايف من الدور ده. ليه؟ شوف انت بتعتبرها نقله حضاريه. يا عم نقله حضاريه ليه؟ ما ايه معنى ولا حتى على مستوى العالم. ايه معنى ان محكمه تقف تحكم؟ مش عنصريه. دي مش عنصريه. كره القدم لعبه بطبعها عنيفه. لكن لما السيدات يمارسوها مع السيدات العنف فيه تكافؤ. بس دي حكمه. هو العنف هي في حكمه هتستحمل حد زعلها بالطريقه اللي فاتت دي؟ هي دي؟ ولا هتعيط بقى في الملعب ولا هتعمل ايه؟ يعني انا بس اوروبا في محكمات. يا سيدي انا مالي ومال اوروبا صفارة. يا سيدي انا مالي ومال اوروبا، هذه ليست عنصريه. انا كل شيء. طب انت ايه تخوفك منها؟ تخوفي ان الكره لعبه عنيفه، لعبه قويه، لعبه فيها سرعات وقوه، لازم السيده لا تنافس يعني انت هتشوف ماتش ملاكمه، اتنين ملاكمين. ما هو الحكام مش هيتضربوا برضه الرجاله، يعني مش ضرب الجري تقصد؟ لا اول لا لا في ازاي؟ في مشاهد عنف في الملاعب كلها على مستوى العالم. بس القانون بيحمي الاثنين، يعني ايا كان بيحمي. ورغم كده بعد ما يحصل الحدث هتتعاقب. انا ليه؟ ليه اخلي طب انا وانا بجري السرعات والقوه مش ممكن وهي بتجري تخبط في حد يوقعها؟ يعني انا بتكلم في خلينا الامور تبقى ماشيه طبيعيه. ما تيجي نشوف الاول محكماتنا على المستوى الدولي ونشوف في الاول كرتنا النسائيه اللي هي حالتها يرثى لها. ما فيش. انت بتتغلب دلوقتي بسكور عالي جدا من اي فرقه بتلعبها، فمش هتقول بقى التحكيم يعني من كتر تفوقه انت بتدعمه بالعنصر النسائي. التحكيم بوضعه الطبيعي محل نقد جامد جدا ومحل جدل جامد جدا جدا في مصر. لسه هي خطوة بدري، أنا ما بقولش إنها ما تجيش، بس أنا شايف إنها خطوة بدري. لكن على مستوى إن الحكمة تبقى
خارج الخطوط كحكم رابع ممكن يبتديها كده. شاهندة المغربي اللي كانت حكمة رابع أدارت مباراة ودية لبيراميدز مع المقصة تقريبا قبل بداية الدوري. بيراميدز والمقصة واختلع الكابتن يعني، حتى سمعت ان الحاج عامر حسين قال لهم هتحكم لكم واحدة بستين راجل، هو شاف لها بعض الماتشات هتبقى ظاهرة. انا بتكلم بقى ممكن تبقى في واحدة كده تطلع لك. اصل احنا تملي واحنا بنتكلم نقول ايه حتى في التقييم في السوديات، شوفوا الحكم فين قريب من كل كورة، سرعة ارتداده رايح 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 جاي مع اللعيبة، تحركاته القطرية، بعده عن الالتحامات، دي حاجة فيزيكال ملهاش دعوة بالتالنت ولا الموهبة ولا القدرة، إنما حاجة بدنية. فهل هتشوف يعني ممكن تجي لك واحدة تمتلك هذه الاستثناء؟ أنا أرجو إن إحنا ما نخاطرش بالخطوة إلا إذا كان العنصر يستحق. مش تستحق من ناحية الموهبة يا أستاذ أبو القدرة حتى أنا بتكلم بدنية. الموهبة هتبقى موجودة، لأن ما فيش حاجة اسمها الراجل يفكر أحسن ولا الست. ده كلام فارغ. كل الناس اللي بتفكر بالطريقة دي. أنا بتكلم على الجانب البدني، الجانب النفسي. ممكن تبقى هي واحدة عندها صلابة، إنما أنا بتكلم دلوقتي هل دي هتبقى مسألة تعمم؟ أنت في ماتش ودي ممكن تدفع بيها، ماشي، تدي لها الخبرات، ماتش ودي حتى لا كمية الجري هتبقى هي هي، ولا كمية الالتحامات هي هي، ولا كمية الغضب من القرارات هتبقى هي هي، ولا سرعة الأداء في الماتشات الودية بتبقى هي هي، ماشي ممكن أدرب الحكمات على هذا الكلام، لكن في المرحلة دي ممكن عشان ما بقاش ضد التجربة، أنا بس متخوف منها، ممكن على مستوى الحكم الرابع أو حامل الراية ممكن، لكن الدخول جوه الفيلد عايزة تتأجل شوية. وعموما ده برضو زي ما قلت لكم مؤشر على، لا أحتكر به الصواب يعني، ده مؤشر على هذا التطور الحضاري الحقيقة، لأنه الشيء بالشيء يذكر النادي الأهلي بهذه القيمة الحضارية كان أول من فتح أبوابه للمرأة المصرية لممارسة الرياضة، الدكتورة نفيسة الغمراوي رائدة في هذا المجال، أول من مارست الرياضة في مصر كانت هي، وأول من أنشأ معهد التربية الرياضية للسيدات في مصر كانت نفيسة الغمراوي، ومن ثم كان الأهلي رائدا حضاريا في منح المرأة حقوق الممارسة الرياضية. أيوة أنا مع المرأة تمارس الرياضة. أنا بتكلم لماذا نقحم المرأة في عالم الرجال؟ يعني في المصارعة مش معقولة في يوم من الأيام مهما حصل هتصارع الرجال. هتقولي ممكن تلاقي حكمة. ما أنت بس ده مواضيع مختلفة. حتى في الملاكمة المواضيع مختلفة، الحكم بيبقى بعيد عن الحدث. إنما أنا بكلمك على في الكرة الطائرة ممكن تشوف حكمة لأنها بره اللاين، بره التخبيط، بره السرعات اللي هي والتلاحم. انا بتكلم عن الناحيه البدنيه، انت بتقول نجاح الحكم في انه يكون قريب من الاحداث، مهما كانت سرعه اي حكمه مش هتبقى زي سرعه اللاعب، مستحيل يعني. طيب حصاد الدوري التسع مباريات شهدت زي ما قلت لكم 26 هدف بنسبه او بمعدل 2.8 هدف لكل مباراه. اللي جاي ايه بقى؟ يوم السبت ان شاء الله في مباراتين، الاتحاد السكندري هيلعب مع فيوتشر وإنبا هيلعب مع المقاولين، يوم الحد سيراميكا كليوباترا هيلعب مع الإسماعيلي، المقصة هيلعب مع الجونة، وطلائع الجيش مع الزمالك، وفاركو مع بيراميدز، والأهلي مع البنك الأهلي. الأسبوع الثاني هيختتم يوم الاثنين المصري مع سموحة، والشرقية للدخان مع غزل المحلة. دي مباريات الأسبوع الثاني، هتبدأ السبت وتستكمل الأحد وتختتم الاثنين إن شاء الله. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف بقى مين هيتمسك من عظمة لسان. أهلا بحضراتكم من جديد. كنا بنتناقش قبل الفاصل في مسألة وجود محكمة في مباريات الرجال في الدوري المصري، يمكن صديقنا العزيز وزميلنا عامر العميرة المدقق الرياضي زي ما وصف المهندس عادل القيعي اتصل بيا في الفاصل وبيقول لي كان الاتحاد الدولي لكرة القدم بعت للاتحاد المصري وقال له إذا كان
في عنصر نسائي محكمة هتحكم مباريات الرجال، فلازم تكون اجتازت اختبارات كوبر للرجال بالمعايير الرجالي الذكورية. اه شوف انا قلت لك ممكن تلاقي استثناء. ايوه لكن خلاص ما دعنا، ما انا قلت انا لا احتكر الحقيقه، انا بقول مخاوفي. ايوه نشوف التجربه هتسفر على ايه. ولو اني مش شايف يعني، طب ايه ليه، ايه معناه يعني؟ هو انت بتقول لي كوبا، هو حكام مصر الرجال معظمهم، الرجال بيسقطوا في كوبا، معظمهم بيخشوا مره واثنين كوبر عشان ما عادش حتى كوبر بس، المفروض بقت اختبارات بدنيه اشمل كمان. يعني عايز اقول لسه اللفظ يعني كوبر على ماشي قديمه خلاص، ولا اذا في حد كده بالقدره دي البيونيك ومن ماشي ليه خلاص. طب قول لي بمناسبه الاهلي، انا مش واخد موقف يعني. صديقنا كان زميلنا علاء وحيد كان كلمك. الاستاذ علاء وحيد يا جماعه يعني المتحدث الاعلامي للنادي الاسماعيلي، كنا انتقدنا طبعا يعني مداخلاته اللي كان فيها بيلوح على ان ظلما يعني يحيق بالنادي الاسماعيلي بعدم لعب مباراته في الاسماعيليه امام الاهلي، وكنا بنقول له الظلم لو كان الاهلي بيستغل الموافقات اللي هو واخدها في القاهره وبيلعب في القاهره والاسماعيلي بيلعب بره القاهره بره الاسماعيليه، وقلنا له يعني الدنيا مش ناقصه ان احنا نكرس لهذه المعاني، لان في شباب جديد بيطلع ما بيسمعش غير الكلام ده وبيصدقه، اللي هو كل النجوم والرموز الكبار في النادي الاسماعيلي نفته مرارا وتكرارا على ما رسخ في الاذهان، الاهلي ما استضافش الاسماعيلي وقت مش عارف ايه والكلام ده. طلع كابتن سيد عبد الرزاق ان ده ما حصل، بيفرغ الانديه اللي كل يوم والتاني بنجد انه الاهلي اكتر نادي كان حريص يدي الاسماعيلي حقه، بالعكس كل ما حاق بالاسماعيلي من اضرار كانت في صفقاته اللي بره النادي الاهلي، ورغم هذا كان مشكورا الاستاذ علاء وحيد حريصا ان يتواصل معي تاني يوم من البرنامج على طول، وقال لي انا ما قصدتش المعنى ده وربما ان انا ما وضحتش وكان عندكم حق في ما ذهبتم اليه من ان الدنيا مش ناقصه، لكن انا كنت كل اللي عايز اقوله ان انا بركز امنيتي ان الاسماعيلي يلعب في الاسماعيليه، ولكن انا عارف النادي الاهلي ملوش دعوه، ان المساله اولا واخيرا تاتي من نظام عام وظروف عامه امنيه، وانا ما قصدتش ان النادي الاهلي بياخد ميزات لا يحصل عليها الاسماعيلي، ووضح موقفه وقلت له كل اللي يهمنا ان احنا مسؤولين عن التنوير وعن التوجيه، لان في ناس بتسمعنا وبتبني موقفها الشخصيه على ما يقال في الاعلام، فاصبح لزاما ان احنا ناخد الناس في سكه الروح الرياضيه والسلوك الرياضي ونرفع بقى المظلوميه اللي عايشينها وبتؤدي الى الاحتقان، والراجل اقر معي هذا الموقف. أنا كان لازم أشكره على شجاعته، أشكره على مبادرته، أشكره على حرصه على أنه يعني ينفي تماما أنه في أي لحظة كان يسعى إلى هذا الاحتقان، وأنه وعد أن نكون جميعا يعني سلاح عشان ندعم السلوك الرياضي والتواصل بين الجماهير المختلفة. ده كلام مهم جدا، لأن الحقيقة كمان لما تفتكروا حضراتكم أن كل ما يفعله الأهلي مع الإسماعيلي شيء إيجابي ودعم للإسماعيلي، وتفتكروا الموسم اللي فات الكابتن علي أبو جريشة قال الكابتن محمود الخطيب قال لي الأهلي مفتوح أي لاعب تتفق معاه ويوافق يروح لك إحنا موافقين ومش هناخد مقابل في سبيل دعم الإسماعيلي في هذا الظرف، لكن زي ما قلنا لكم كتير جان بول سارتر قال الجحيم هو الآخرون. فكرتني بحاجة، لأن الحقيقة هم الآخرون بجد، هناك من يحرص دائما وابدا على اشعال الفتنه في منطقه العلاقه بين الاهلي والاسماعيلي لمصالح اخرى، فباستمرار مجرد ما يحدث تقارب او مجرد ما يحصل توافق وتلاقي وان الاهلي يقدم اي دعم واي عون نبص نلاقي هؤلاء يعبثون دائما وابدا في محاوله لاثاره الفتنه واشعال الازمه بكلام، حتى الكابتن سيد عبد الرازق زي ما بقول لك طلع مره قال عليا الطلاق بالثلاثه، ده ما حصل. ايوه ده كلهم، والكابتن علي ابو جريش والكابتن، انك انت تقول للاهلي رفض يستقبل العربي، والحقيقه ما حدش قال ان ده حصل.
انه الاهلي رفض يستقبل تدريب الاسماعيلي ايام التهجير. كله كان بيحكي كيف دعم النادي الاهلي كل المواقف التي كل طلبت منه. لكن فكرتني بحاجه، او الموقف ده فكرني بحاجه. كيف كانت العلاقه؟ انا كنت مدير النادي الاهلي وكنت حريص جدا على ان نحاول نعمل جذور من الود بيننا وبين كل الجماهير وخصوصا النادي الاسماعيلي. ساعدني في هذا رحمه الله عليه الاستاذ عبد العظيم سند اللي كان رئيس رابطه مشجعي النادي الاهلي في اول تاسيس ليها زمان. وكان الاستاذ عبد العظيم سند متواصل مع الروابط الاخرى خصوصا في بورسعيد والاسماعيليه تحديدا. ايوه. فكان بينسق دايما لما يجي الاسماعيلي مصر يكون في استقباله الاستاذ عبد العظيم سند، يستقبل الرابطه ويكون حريص على كل طلباتهم في ان الناس تيجي وتخرج من الناحيه الجماهيريه، مش الامنيه فقط. الامنيه دي كانت بتاعتنا، لان كان في البدايات كانت بدات في اللعب في العلاقه بيننا بالنادي الاسماعيلي، وعمل دور كويس جدا. وكان العكس لما يروح الاسماعيليه الرابطه بتقابله وبتكون حريصه على انهم يرافقوا بعثه الاهلي حتى مغادرتها من نادي الاسماعيليه. شافت عهد من الازدهار. انا لما جيت استقلت من نادي الاهلي، يعني انا ربنا كرمني في حاجات كتير جدا. عملوا لي تكريم الرابطه مع العاملين في النادي الاهلي، عملوا حفله عشان اراده يخش للعاملين في النادي الاهلي، صندوق العاملين. ايوه. استاذ محمد عبد الجايد استاذني، احنا لنا حفلتين كل سنه مع فيلم الضرايب، قلت له خد واحده منهم واعمل حفله. وفي هذا اليوم كانت الرابطه موجوده عشان تكرمني، ودوني كده يعني كاس وبتاع مكتوب عليه الرابطه استاذ عبد العظيم سند، وكان حريص على ان يدعو رابطه الاسماعيليه في هذا اللقاء. انا بقول لك ليه ال 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 وكان ايه ده، كانت حفله فيها جاب وديع الصافي، انت شايف يعني ناس مش بتهزر. حتى العاملين في النادي الاهلي لما كانوا نظموا حاجه على مستوى الاهلي، المره اللي غنى وديع الصافي حفله خصص اراده للنادي الاهلي للصندوق العاملين، فكانت الدنيا حلوه، كانت تعرف تلاقي حد تكلمه. هي دي اللي كانت، ناس عندك ادوات. المشجعين النهارده اللي على السوشيال ميديا يقدروا يشتغلوا في الاتجاه ده، يقدروا ويقدروا يكونوا احد اسباب التقارب، مش التحفيل 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 اللي ما حدش بيكسب منه حاجه الحقيقه. انا والله لما بيزيد التحفيل بتشائم والله العظيم. حتى لما بيكون انا مستفيد منه. سلوك مش رياضي. ما احنا مش هنستمتع الا اذا كنا واحنا نقدر نقابل بعض بعد الفوز والهزيمه. طيب، افتتاحية الأهلي للدوري كان فيها تفاصيل فنية كتيرة، مردودها أعتقد لم يتوقف على الداخل المصري فقط، لكن أعتقد حتى المحيط العربي في لدى كل الأشقاء، ما دمنا نتحدث عن جذب المسابقة المصرية لعدد كبير من النجوم العرب وأيضا للمحللين والمدربين العرب. واحد من النجوم، نجوم العراق الكبار لاعبا ومدربا ومحللا أيضا، الكابتن ميثم عادل، محلل رياضي وأحد المدربين في أحد الأندية الإماراتية، يسعدنا أن يكون معنا على الهاتف. كابتن ميثم مساء الخير. مساء النور والسرور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ العزيز أستاذ إبراهيم والمهندس عدلي أخي الكبير العزيز على قلبي. أستاذ ميثم يعني أهلا بيك ووحشنا ونفتقدك. والله أنا صراحة مشتاق لكم كثير كثير. هتيجي تدرب في الدوري المصري إمتى؟ والله ان شاء الله يشرفني هذا الشيء، يشرفني ويشرف اي مدرب واي لاعب، لان احنا عندنا سوابق، يعني اللاعبين العراقيين اللي احترفوا في الدوري المصري مصطفى كريم اللي كان في الاسماعيلي نقل لنا اشياء جميله عن هذا الدوري يعني. صحيح. وكان يمكن افضل فتره عشتها في حياتي الكرويه كانت في مصر. جمهور عاشق، اعلام رهيب، شيء يعني شيء لا يصدق في الدوري المصري، مستوى فني عالي عكس ما يشاع في البعض ان مستوى الدوري الفني المصري سيء وان الدوري المصري أسوأ دوري. نعم في المنافسه هذا طبيعي، الدوري الايطالي نفس الشيء، منافسه ما مو مثل الاول، يوفنتوس كان مسيطر على البطولات، لكن الدول الاعلاميين دائما يريدون يسيئون بشكل او باخر
للاهلي المصري بهذه الطريقه، انه يقللون من قيمه الدوري المصري، يعني الاهلي هو المسيطر على الكره المصريه، زين باريس سان جيرمان مسيطر في فرنسا، اسبانيا برشلونه واتلتيكو في ثلاث فرق، شو المشكله يعني؟ واذا كان المنافسه بين الفريقين، فهذا هو الموضوع دائما هو عمليه تصفيه، لانه انت عارفه وانا عارفه وكثير من الاعلاميين يعرفوا هذا الشيء. كيف شاهدت بدايه انطلاق النشاط الكروي المحلي والافريقي بالنسبة للأندية المصرية؟ والصراحة يعني من خلال متابعتي ومشاهدتي للدوري المصري والأندية المصرية سواء في أفريقيا، أنا أعتقد أن هذا الموسم سيكون موسم ناري جدا على كل الفرق. طبعا الزمالك بدأ بداية جيدة، ولكن الأهلي يمكن رد عنيف في اليوم الآخر من المسابقة، بحيث بدأ بداية شديدة، بدأ بداية كارثية أنا أسميها، ودق ناقوس الخطر وحذر المنافسين سواء في الدوري المصري أو في أفريقيا من موج وإعصار قادم بقوة ربما سيأكل الأخضر واليابس. أنا كما ذكرت في أكثر من يعني برنامج في هذا الموضوع، البداية اللي بداها الأهلي خاصة بداية مرعبة، بداية يعني أشعرتنا بأن هذا الفريق جاهز. وأنا أكثر ما أشاء يعني أكثر ما أثار انتباهي هو القدرات البدنية للفريق، الفريق لياقته كانت جدا رائعة، حتى عندما حصل الطرد الفريق لم يتأثر، وبالتالي هو جاهز لهذه المنافسة وجاهز لكل البطولات على ما أعتقد. وبالنسبة للأندية المصرية طبعا بشكل أو بآخر أنا أعتقد أنها جاهزة لكل البطولات، لأن هذا الموسم موسم استثنائي، خاصة إحنا كنا في موسم سابق عانينا ما عانينا فيه من موضوع كورونا اللي إن شاء الله يبعدها عن الإنسانية ويكفينا شرها، وبالتالي أعتقد أن الفرق مستعدة استعداد جيد. حتى في أفريقيا أنا راح أشوف الأندية المصرية بشكل وبآخر أفضل من الموسم الماضي. تعديل مستر بيتسو موسيماني لطريقة اللعب بشكل فاجأ الكثيرين، حضرتك كمدرب شفتها إزاي؟ نعم، أنا باعتقادي شوف أستاذ العزيز، التنوع هو مسألة مهمة في خيارات المدرب التكتيكية. حتى شو يعني احنا في يعني مثل مصري جميل، حتى يحتار عدوك في يعني هاي كلمة، واحنا ان شاء الله مش اعداء، ان شاء الله منافسين داخل ارض الملعب، لكن اللي اشوفه التنوع جيد، لكن لابد ان يكون للفريق ستايل ثابت، اسلوب وهوية وشخصية خاصة بالفريق. نعم الموسيماني فاجئ الكل بان لعب بثلاث محاور في وسط الدفاع او في خط في عفوا في وسط الدفاع كثلاث لاعبين، بحيث يرجع حمدي فتحي مع بانون مع اشرف ايمن بعمل البلوك واعطاء الحريه لاكرم توفيق ومعلول في الدخول الى منطقه الوسط، وبالتالي يكون السوليه وديان كمحوري وسط في خط الوسط حتى يعملون البلوك امام خط الدفاع، وبالتالي يكون هناك للفريق توازن من الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه. أفشى ايضا كان له ادوار لا مركزيه في التحرك، واعطاء بعض المهام والمسؤوليات في جهه اليمين لانه يجيد التحرك في هذه الجهه بشكل مناسب. ميكيسوني كان اضافه للفريق على الجهه اليسرى، واعطى الحريه لتاو بالتحرك في عمق وسط دفاع الاسماعيلي اللي يمكن انهكوه ويمكن حصلوا على ما يبغونه في الشوط الاول، وانا باعتقادي ان الشوط الاول هو الذي انهى هذه المباراه. لكن من وجهه نظري على موسيماني ان لا يجازف كثيرا وان لا يستمر بالمغامرة من وجهة نظري الفنية. لماذا؟ لأن دائما على المدرب أن يحذر، لأن هذه الطريقة ستدرس دراسة بالغة، وأنت تعلم أن الكل اليوم يتابع النادي الأهلي ويتابع طريقة اللعب، وبالتالي عليه أن ينوع، لكن عليه أن يجد أسلوب ثابت للفريق، ستايل ثابت للفريق، هذا هو يمثل شخصية وهوية الفريق. المجازفة طبعا مطلوبة لكل مدرب، عليها أن يجازف أحيانا، ولكن هذه المجازفة يجب أن تكون محسوبة، وعلى على على السيد موسيماني أن يفهم جيدا ويعرف أنه يمتلك دكة رهيبة. اليوم قوة النادي الأهلي في الدكة المتواجدة، وهذا ما يحسب بالإدارة ويحسب بالاستقطابات، وأيضا يحسب بالإدارة كيف تعاملت مع اللاعبين اللي غادروا الفريق. بالتالي على موسيماني أن يعمل عمل مناسب في تهيئة هذه الدكة لمصلحة الفريق في مسألة المجازفة. أنا لا أقول المجازفة غلط أو غير صحيحة أو غير موفقة، لا، المجازفة هي عمل من عمل المدرب، ولكن يجب أن تكون مجازفة محسوبة على أن لا يهمل هوية وشخصية الفريق في الستايل اللي يلعبه. وأنا لا أتكلم على النظام أيضا، لأن النظام هو مجموعة أرقام على أرض الملعب تغيرها الأفكار اللي في بال المدرب.
يعني تحليل طبعا فني رائع، لكن ايضا تحليل واحد محب خايف بيحذر بيترقب زي حالنا. والله العظيم انا اتفق معاك، يعني احنا بنسعد طبعا بالمجازفات المحسوبه، وبنسعد اكتر انك تبقى عندك الاوراق اللي تسمح لك بالتنوع. وانت اشرت ببساطه وبحس المدرب ان اهميه التنوع والمفاجآت التي ينبغي ان تقدم باستمرار لان العناصر تسمح بهذا. صحيح صحيح استاذنا الفاضل. وانا اعتقد شوف حتى أفشة، حتى الادوار اللي القيت لأفشة في هذه المباراه والمسؤوليات والواجبات هي كانت مهمه جدا في عمليه ان اللاعب قدر ان يظهر امكانياته. ولكن احنا دائما نتكلم ان أفشة يمكن ما يقدر يلعب دائما على الطرف، دائما يكون وراء المهاجم افضل كبلاي ميكر صانع لعب، يستطيع ان ينقل الفريق في حالات معينه، في حالات الفريق يجد فيها صعوبه في مساله التمرير. واحنا لاحظنا الفريق في الموسم الماضي رغم المعوقات اللي اصابت الموسم الماضي من كثير من الاشياء من الاجهاد وغير ذلك، لكن النادي الاهلي اذا ما امتلك زمام التمرير، وانا اتكلم عن مساله التمرير لانها مساله مهاريه تتعلق باللاعب، التمرير مهاره، التحركات عمليه تكتيكيه، اذا ما اقترن التمرير بالعمليه التكتيكيه راح يجد الفريق صعوبه بالغه في نقل الكره، وفي خاصه مع الفرق اللي تلعب كيف اللي تلعب في الزون ديفنس او البلوك او تسكر مناطقها ومنتظره وتعتمد على الكونتر اتاك في انواع الاربعه اللي انت تعرفوها اللي هو الكولكتيف والاندفجوالي والكره الطويله اللونج باس او الاندر بريشر تحت الضغط. هذه العمليه الكونتر اتاك بانواعها الاربعه في فرق تجيدها في الدوري المصري وفي فرق تجيدها في افريقيا، وبالتالي على موسيماني ان يعلم جيدا ان لابد ان يجد الحلول ويجد التوليفه التكتيكيه لان الدكه تسمح له ولان العناصر الموجوده والادوات الموجوده في هذا الموسم بالذات تسمح. يعني حتى احنا محمد شريف هذا اللاعب الحريف ما قدر يمكن يعني يلعب في هذه المباراه، انا ما اعتقد هو لم يلعب لانه يعني ما مقتنعين فيها وشيء، لا هو لم يلعب لان النتيجه كانت 4-0 وجوده يعني ما كان له مبرر في هذه المباراه والمحافظه عليه في المباراه حسب وجهه نظري المتواضعه، لان اللاعبين ادوا. طبعا اللاعب احمد عبد القادر لاعب جدا رهيب، انا اعتقد ان سيكون له شان كبير هذا اللاعب في الايام المقبله. ايضا عمار حمدي اللاعب اللي نزل وكيف عمل التوازن في خط الوسط، قابليه رهيبه في الاحتفاظ بالكره. يعني اليوم فريق الاهلي يمتلك ادوات رائعه، على موسيماني ان يعلم ان جمهور الاهلي واداره الاهلي ربما لن يعني ما اريد اقول الكلام شويه حتى ينفهم بطريقه مناسبه، اليوم كل شيء متوفر لموسيماني، عليه ان يعمل جاهد في انا ما اقول لك يحرز كل البطولات، هذا ماكو ما لا يوجد فريق في العالم يحرز كل البطولات، ولكن عليه ان يعلم جيدا ان التبريرات مال الموسم الماضي ربما لن تكون بشكلها المرن في هذا الموسم. عليه ان يعلم هذه النقطه جيدا وان يوظفها لصالح الفريق. كابتن عادل، كابتن ميثم سعداء جدا بمداخلتك وبتواصلك معنا دايما. الله يسلمك، شاكرين جدا ابراهيم، واشكرك انت والمهندس عدلي اللي انا افتخر بكم، انتم اهلاويه من العيار الثقيل اللي يمكن يعني لكم مقام كبير سواء في قلبي وسواء في الشارع الاهلاوي. عموما الله يوفقنا هذا الموسم مع النادي الاهلي بحيث نشعر بالفرحه والسعاده كما غمرتنا السعاده في الايام السابقه عندما حصل على الخمس بطولات الجميله اللي اسعدتنا واللي يمكن ارهقت المنافسين وارعبتهم بالنادي، وان شاء الله النادي الاهلي هذا الموسم سيكون رقم صعب في كل البطولات اللي ان شاء الله. كابتن ميثم شكرا جزيلا. كابتن ميثم عادل واحد من نجوم الكره العراقيه الكبار واحد المدربين البارعين الحقيقه اللي بيعمل في الامارات، وهو رجل ايضا محلل رياضي له قيمته وثقله. اعتقد نقط مهمة جدا في جزئية وفرة العدد اللي خالق فرصة للتنوع. شوف هو طبعا خلاص دي نواحي فنية رؤيته، لكن مزاجها بقلق المحب اللي احنا بنقوله. ايوه عايزين بقى نشوف اللي جاي هتستفيد من كل اوراقك ازاي والمخاطرات المحسوبة. كلمة المخاطر المحسوبة دي مهمة جدا، هو ما كانش واخدها مستر مانويل مستر موسيماني بشكل يعني في مخاطره جامده، لانه كان هو شايف حاجه كل المحللين ما شافوهاش قبل المباراه. بس كمان ميثم قال نقطه مهمه في البدايه،
قال لك الدوري المصري دوري قوي، مسابقه قويه بعكس ما يردده البعض عنها، بسبب انه عايز يقلل من قيمه تتويج الاهلي بيها، فاذا لم يفز الاهلي بها اصبحت بطوله قويه، اول ما الاهلي يكسبها يبدا يتقال بطوله ضعيفه. لا هو اللي بيقول بطوله ضعيفه ضعيفه مش عارف ياخدها، لما خدها قال دي اقوى بطوله وقال دي اقوى من افريقيا. ايوه واخد بالك بدليل ان عنده اهم نجوم من شمال افريقيا هو بالذات لازم يبقى عارف يقولوا ليه. ايوه عشان الدوري المصري الدوري المصري دوري، وده المدهش في الموضوع ان رغم كل ما نشهده من عدم نظام وكل الا انه الدوري لا سابق نظام الكوره. ده دليل ان المواهب عندنا متوفره جدا، والشغف المصري الخطير لكره القدم محسوس. الدوري حتى وانت قاعد في الكافيتيريات بيسمع جوه المدرجات. ايوه ومؤثر والناس بتستمتع. بص حتى في المحيط العربي هشوف الاهتمام. هل انت شفت اهتمام اخر سنة غير اخر سنتين بكل البرامج الرياضيه تقريبا في الاوطان العربيه بالدوري المصري على بهذا الشكل؟ لا ده بيتابعونا من السوشيال ميديا يعني يكلموك في تفاصيل وتتنقل في جدل في الاستوديوهات عندهم. والله بمناسبه السوشيال ميديا دي، احد اليوتيوبرز واحد من اللي بيقدموا برامج اليوتيوب بيسال الكاتب والمحلل اللبناني الاستاذ علي الزين بيقدمه وهو بيتصل بيه، فبيقدمه بيقول له انت كمحب للاهلي برغم ان انت مش مصري، عارف قال له ايه؟ قال له ومين قال لك ان حب الاهلي يحتاج انك تكون مصري؟ ليس شرط، الاهلي فكرته اكبر واشمل. جملة جميلة جدا. هو كمان انا بتابعه الاستاذ علي زين حاجة راقية جدا جدا. طب ما تحاولوا يا جماعة نشوف برضو الرؤية دي، الراجل ما نحتكرهاش انا وانت. يعني احنا بنتكلم يا جماعة، الكابتن ميسم عادل نجم كرة عراقية ومدرب كبير دلوقتي في الامارات، محلل ومدرب في الامارات، الناقد الرياضي والمحلل الكبير الاستاذ علي الزين كاتب ومحلل وناقد لبناني يعمل في الدوحة، متابع تفاصيل، عراقي في الإمارات ولبناني في الدوحة، الرابط بين كل دول حب النادي الأهلي ومتابعة النادي الأهلي بحب وشغف، وزي ما المهندس عادل قال بدون حدود وبدون حتى فواصل، غير إن هي ده الرابط الحقيقي العاطفي بين كل أبناء الوطن العربي، حب الأهلي. وده حب الأهلي، وده يقول لك كرة القدم تقدر تعمل إيه على المستوى العام بقى. ايوه ازاي تقدر تقرب الناس ويتكلموا لغه واحده؟ ما اصل الكره لغه عابره للحدود، لغه سهله بيفهمها كل واحد. ايوه العربي والاعجمي والاجنبي وكل حد. أيوه. واللي ما بيتكلمش. ايوه واخد بالك. آه كره القدم لازم تستغل في تنميه العلاقات. ايوه وتبادل الثقافات. يعني انت بتعرف عن البرازيل من خلال اهتمامك بالكره. الكره انت بتعرف. وبمناسبه الاستاذ علي الزين، انا بتابع النتائج بتاعه الفرق الرياضيه دلوقتي في اسيا. ده لبنان حصل لها طفره كرويه جامده جدا. نتائجها بقت بتعمل نتائج مع فرق تقيله. ما بقتش يعني احنا عشنا ان كره السله هي اللعبه الشعبيه الاولى في لبنان، لكن دلوقتي بنشوف إذن أنت بتتابع الأوطان وثقافتها وحضارتها من خلال اهتمامك بكرة القدم. هو اللي عمله مو صلاح الله في الحالة العالمية الأوروبية الأوروبية أولا، ثم العالمية ثم الإنجليزية تحديدا. إزاي خلى المواطن الأوروبي والإنجليزي تحديدا لا بيتابع دلوقتي وبيعرف حاجات كتير جدا عن مصر. وهو واجه يستغل ده، لو استغلنا في أي حاجة هيبقى عابر قارات. يعني يستغل سياحيا، يستغل ثقافيا، يستغل في تنمية السلوك ونقل الصورة المحترمة
التي استحقها طب ما أنا المواطن المصري والرياضي تمام المصري تمام. كل الأمنيات لمو صلاح والفخر به أنه حطينا من خلال كرة القدم وحالة فردية في هذه المكانة. أنت كان نفسك تكلم مين؟ أستاذ علي الزين. معاك الأستاذ إيه علي الزين. إيه ده إيه ده إيه ده أستاذ علي الزين الناقد والمحلل اللبناني الشقيق وواحد من الأصوات الأهلوية الحقيقة اللي عبر تويتر والسوشيال ميديا كل جمهور الأهلي حريص على التواصل معاه بحب وتقدير. أستاذ علي مساء الخير. مساء الخير أستاذ إبراهيم. مساء الخير الباشمهندس عدلي. وأنا سعيد جدا أني موجود معكم اليوم بملك وكتابة ولنا الشرف أن نكون موجودين بهالمنبر الأهلاوي المتميز. الحقيقة إحنا اللي سعداء بتواصل حضرتك جدا يا أستاذ عدلي. بالعكس أنا اللي سعيد جدا أني موجود بالبيت الأهلاوي الكبير وموجود معاكم والحمد لله الأهلي بيسمعنا لو كانت المسافات بعيدة جدا. إيه سر شغفك بالنادي الأهلي وكيف بدأ؟ والله يعني محبة النادي الأهلي يعني أنا قلت أكثر من مرة بقناة الأهلي وبأكثر من وسيلة عالمية نحن أهلوية أبا عن جد بالعائلة من جهة الأب ومن جهة الأم ويعني وأنا بتابع النادي الأهلي من فترات طويلة وكانت مجلة النادي الأهلي دائما موجودة عندنا بالمنزل وعند العائلة حتى بأحلك الظروف بلبنان كان الاشتراك موجود كنا نتابع أخبار النادي الأهلي وكان الأهلي دائما رافع راسنا ودائما على منصات التسويق وقدم أفضل اللاعبين على مستوى مصر والعالم العربي فزاد الشغف وزاد الحب وهلأ صار يعني على السوشيال ميديا قربت المسافات وصار تواصلنا أكبر مع الجمهور ومع الإدارة ومع اللاعبين وها نحن في قناة الأهلي في البرنامج الأهلاوي المميز. يا أستاذ علي يعني هل حب الأهلي أو متابعة الأهلي أو التعلق بالنادي الأهلي حالة خاصة بيك وبالعائلة ولا الوضع بقى عامل إزاي بين المشاهدين والجمهور اللبناني بشكل عام؟ لأن نعرف أن كرة السلة هي بتحظى وإن كانت كرة القدم الآن متطورة جدا في لبنان كيف يتابع كيف نقيس متابعة الجمهور اللبناني للنادي الأهلي؟ باشمهندس بالنسبة لكرة القدم بلبنان كانت ولا تزال هي اللعبة الشعبية الأولى بلبنان وكل كلام آخر هو كلام في مبالغة فيه يعني يمكن لعبة كرة السلة لأنه حققت إنجازات أخذوا الناس فكرة أنه هي الأكثر شعبية بلبنان لكن هذا الكلام غير صحيح عندنا جمهور النجمة بلبنان اللي أنا واحد منه يعني كنجماوي يغطي كل ملاعب كرة السلة يعني بداخلها وخارجها جمهور النجمة ولاعب يعني في نجوم مصريين كبار لعبوا مع نادي كحماد عبد اللطيف وطارق يحيى والكابتن عصام بهيج درب نادي النجمة ولمس كابتن زيزو كابتن أشرف قاسم صحيح لعبوا وشافوا ولمسوا مدى شغف الجماهير بلبنان بكرة القدم أما بالنسبة لأهلوية الشارع اللبناني فأنا يعني بكل تجرد بقول لك الشعبية الجارفة والكاس على النادي الأهلي بلبنان يعني هذا الأمر ما في إمكانية للتشكيك فيه لأنه أنا من الشارع اللبناني ومن قبل ما أكون صحفي كنت مشجع كروي ومتابع لكرة القدم المصرية وكنا نشوف يعني وقت يكون في مباريات بالدوري المصري وقت يكون الأهلي عم يلعب لا الشارع اللبناني وين يعني يعني بتلاقي أنا بقول لك نسبة الأهلوية بلبنان تتعدى 70% وأهلوية أقحاح يعني مش أهلوية عاديين الأهلي يعني يشجع وكأنه نادي لبناني هذا الأهلي يعني النادي الأهلي نادي شيء كبير اللي يجب يعني لازم الناس تطلع لبرا مصر شو شغف الجماهير بالعالم العربي بالنادي الاهلي وانجازاته لحتى تنقل الصوره الحقيقيه وليس بالشعارات وليس بالكلام الفاضي وليس بكلام يعني اي كلام مثل ما بيقولوا في احصائيات حصلت وفي جمهور على الارض ولاعب الاهلي خارج يعني مصر في الامارات ولاعب في قطر ولاعب في اكثر من دوله عربيه وشفنا المد الاحمر على المدرجات وشفنا الجماهير
بعشرات الالوف عم تتابع النادي الاهلي، فالنادي الاهلي قولا وفعلا هو النادي الاكثر شعبيه، وغير هيك كله كلام في الهواء. تفضل. لا 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 تفضل. استاذ علي، تابعت افتتاحيه الدوري المصري هذا الاسبوع كمحلل رياضي، شفته ازاي؟ لا امبارح الاهلي اذا فينا نقول يعني قدم وجبة كروية دسمة، يعني كنا كلنا بانتظار اللاعب الجنوب افريقي فارسي كاوت نشوف شو بده يقدم جديد للنادي الاهلي، على الرغم من انا طلب اكثر باكثر من مناسبة انه اللاعب لويس بيكستيون هو اللي لفت لي نظري سنتين او ثلاثة الماضيتين، لانه كنت عم تابعه في دوري ابطال افريقيا، كنت من اكثر السعداء الانضمام للنادي الاهلي لانه لاعب يعني راح يكون ثلج الشوط السنه، لكن كان مؤثر مع سيمبا فعلا. ما سمعتك استاذ ابراهيم. كان مؤثر مع سيمبا التنزاني، كان مؤثر جدا، سجل هدفين وكان يعني عطى بعد اخر لخط هجوم الاهلي، وشفنا يعني لمحات وشفنا سرعه وشفنا مهارات فرديه وشفنا كيف عم يتلاعب بالمدافعين. لا امبارح النادي الاهلي يعني كتبت انا على 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 الاكونت عندي بتويتر وجه رساله لمن يهمه الامر امبارح انه الاهلي قادم وبقوه، ونحن اعتدنا على النادي الاهلي بيخسر الدوري بمصر مره لكن بيرجع بيفوز فيه ست مرات، وبانتظار هيدا الشيء من اللاعبين الاهلاويه الحاليين المظلومين، لانه هيدا الجيل انظلم، حقق القاب عديده جدا، حقق لقبين دوري ابطال افريقيا، حقق الدوري المصري اكثر من مره، حقق كاس مصر، حقق السوبر الافريقي، حقق السوبر المصري، وما زلنا نجد من يشكك بهؤلاء اللاعبين، لكن لاعبين الاهلي دائما بيردوا في الملعب، الرد يكون في المستطيل الاخضر. ودائما الاهلي يعود اقوى ويعود بقوه، وهذا الشيء شفناه يعني انا من خلال متابعتي من اجيال مع النادي الاهلي، دائما بيخسر دوري بفوز بسته، هيدي معادله معودنا عليها الاهلي. وهيدي السته مهمه جدا اللي بفوز فيها بالدوري. طيب وانت احد الاصوات الاهلاويه العاقله والواعيه والفاهمه، احنا بنتكلم على انه دي مجرد بدايه، رسالتك للاعيبه الاهلي قبل الجمهور ايه؟ رسالتي للاعبين الاهلي دائما، لاعبين الاهلي انزلوا الى الملعب، استمتعوا بكره القدم، اعرفوا قيمه القميص الاحمر، هيدا القميص اللي ارتداه عباقره ونجوم، ارتداه الكابتن محمود الخطيب، ارتداه يعني نجوم لا تعد ولا تحصى، طاهر الشيخ، مختار اكرامي، احمد شوبير المرحوم ثابت البطل، ابو تريكه، بركات، ووائل جمعه، قميص الاهلي ثقيل، طاهر ابو زيد، يعني اباطره واساطير الكره المصريه اللي ارتدت القميص الاحمر. ادخل على جوجل وشوف كل لاعب كم بطوله حقق، يعني لما تيجي بتعمل احصائيات عن نجوم النادي الاهلي تحتاج الى صفحات تقييم اهداف وبطولات محليه وافريقيه وعربيه وقاريه وعالميه، ثالث دوري العالم مرتين، النادي الاهلي مش كم يعني مش شعارات، النادي الاهلي ما بدي ضلني يعني كرر كلمه شعارات، النادي الاهلي لما بيقول بيفعل، وحاليا النادي الاهلي عنده تشكيله متميزه، امبارح خمس لاعبين اجانب بالتشكيله، وهيدا هو اللي كنا منتظرينه دائما، انه لاعب النادي الاجنبي اللي بيجي يرتدي القميص الاحمر لازم يحدث فرق بالتشكيل وفي المباريات في المستوى الفني، وامبارح ما بينت يعني التشكيله هذه اللي لعبت خط، يعني انظر الى مقعد الاحتياط الى جانب موسيماني، فعلا اسماء مخيفه قاعده على البنش، هذا هو الفريق اللي منتظرين منه يستعيد لقب الدوري ويحافظ على الالقاب اللي احرزها، والعوده الى بطوله العالم من الباب الواسع ان شاء الله بشهر مارس القادم، والفوز بكأس السوبر الأفريقي الذي سيقام في قطر للمرة الثالثة على التوالي. ونشوفك بقى في أبو ظبي في كأس العالم للأندية يا أستاذ علي. نحن أين لاعب الأهلي سنكون؟ سنكون حيث وجد الأهلي. إن شاء الله هنلتقي على خير بإذن الله. إن شاء الله. شكرا. الله وموعدنا كمان موعد آخر في التتش يعني. أنت 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 ميعادك معايا في التتش، قلت لي قريبا نلتقي في التتش، فأنا منتظر. لا لازم هذا زيارة التتش زيارة واجبة يعني. لا إن شاء الله تنور وتشرف يا أستاذ علي. إن شاء الله. مشكور أستاذ إبراهيم،
وسعيد جدا بالتواجد مع الباشمهندس عدلي كمان. يعني سعيدنا وتشرفنا بمداخله حضرتك، وفي انتظارك باذن الله. متشكرين جدا. شكرا جزيلا للناقد والمحلل الرياضي الكبير الاستاذ علي الزين اللبناني. واديكوا شفتوا كيف ان الاهلي فكره عابره للحدود، وازاي الاهلي بقيمته ومكانته بيجمع كل ابناء الوطن الحبيب. شفتوا ميسم عادل العراقي يتحدث من ابو ظبي، والاستاذ علي الزين اللبناني يتحدث من الدوحه، والكل مجمع على حب الاهلي وقيمه الاهلي وحرص التواصل مع الاهلي. معلومه بالنسبه لي مهمه، قال هو يبدو من نجاح كره السله اكثر من كره القدم انها اللعبه الشعبيه الاولى، لكن ده مش حقيقي. وعلى فكره في الستينات والسبعينات كان في نجوم كتير، يعني احنا كابتن محسن صالح لعب في لبنان، لعب في لبنان، احنا جبناه بالدوري اللبناني. كابتن عبد العزيز عبد الشافي لعب ودرب في لبنان. الكابتن عادل هيك رحمه الله عليه كان ماسك النشاط الرياضي في جامعه بيروت. وامثله كتير انا مش في حصرها، لكن ان لكن في اهتمام. وجبنا اللاعب محمد غدار، وجبنا غدار بناء على توصيه الكابتن عبد العزيز زيزو. بس يعني وقتها الفرقه كانت تقيله لدرجه ان هو ما قدرش ياخد الفرصه اللي يعبر فيها عن نفسه بشكل يعني كما كان ينبغي. يعني المتابعه الدقيقه من الاشقاء العرب في كل مكان للكره المصريه والنادي الاهلي، وضروري ان نادي الزمالك بيحظى برضه مثل هذه بدرجات متفاوته، لكن انا بقول ان دي يجب ان تستثمر. الدوري المصري آن الأوان أن يسوق عربيا، وبعدين المرحلة اللي بعديها أوروبيا وعالميا. احنا دوري يستطيع لنا جاليات جامدة جدا بره في غاية الشوق. انت شفت استاذ علي الزين بيقول لك في لبنان شعبية الأهلي في الشارع كاسحة كاسحة. اذا لابد من استغلال هذا الكلام. نشتغل كلنا، ننقل الدوري نقلة إقليمية ثم عالمية. ونجيب منها فلوس. صحيح. تنفع الأندية كلها. ومن دفء التواصل مع الأشقاء العرب إلى فاصل وبعده نتواصل. أهلا بحضراتكم من جديد، وما تخافش على الأهلي طالما كانت للأهلي هذه الجذور الممتدة في العمق العربي الشقيق، لأن الحقيقة كل ما حاولنا التواصل مع الأشقاء العرب نكتشف قد ايه النادي الاهلي برسالته وقيمته وقيمه وتاريخه قدر يتواصل تاريخيا مع كل الاشقاء في كل مكان. مسؤوليتنا مزيد من تفعيل هذه اللحمه، لانه فعلا الاهلي فكره اكثر من كونها محليه. ده اللي بنقوله باستمرار. ما يقدمه النادي الاهلي عبر تاريخه داخل الملعب وخارج الملعب كنموذج اداري وكنموذج يسعى الى القيمه قبل النتيجه. ايوه، وبترجع تاني تؤكد على المعنى اللي اصبح انا مقتنع بيه جدا. الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم. عظمه الاهلي مرتكزه على الحاجات دي. لما بتشوف ترجمتها في مثل هذه النماذج التي نستضيفها وندلل بها على مكانه النادي الاهلي وليه هو متابع، يعني بتزيدنا تمسك ان يا جماعه اسباب تفوق النادي الاهلي التمسك بتقاليده وموروثاته وقيمه، وانك انت بتاخد بالاسباب وبتسيب الباقي على التوفيق بتاع الله سبحانه وتعالى. عشان كده لم يكن غريبا ان تجد الاهلي كنادي موجود في معظم الاقطار العربيه الشقيقه، بل ان في اقطار فيها اكثر من اهلي، تيمنا بهذا الاهلي الكبير الذي يعتز كل الاعتزاز بكل اشقائه ومحبيه في مختلف البلدان العربية الشقيقة. ده كان دفء هذه العلاقة، لكن يبقى دائما وأبدا الكلام المهم بعظمة لسانه، الحكم قبل المداولة. دائما وأبدا الحكم الطبيعي والمنطقي والموضوعي والعادل والحقيقي هو ما يصدر بعد المداولة، بعد ما الناس تاخد وتدي مع بعضيها وتتداول وتستقر على رأي وحكم. لكن تخيلوا الحكم قبل المداولة،
كان فخ فخ حقيقي نصبه لنا امبارح مستر بيتسو موسيماني، لانه ما ان اعلن تشكيل الاهلي بالامس ووجود ثلاث لاعبين في قلب خط الوسط وغياب محمد شريف وغياب حسام حسن المهاجم الجديد حتى قلق الكثيرون، وانا منهم وانت منهم طبعا. مش قلق، ترقبت قلت ليه موسيماني بيصعبه على نفسه؟ ليه بيحط نفسه في اختبارات ها لا يراها الا هو؟ يعني انت عشان تقدم نفسك للناس بتتفق في 90% مثلا من التصرفات. فجئنا جميعا بان الراجل ده، بس هو اكد القناعه اللي موجوده عندي من الاساس ان المدرب هو صاحب الحق الوحيد، لانه صاحب الرؤيه الاقرب والتقييم الاقدر بحاله لعبته. صحيح. واللي عايز يقدمه في المباراه. صحيح. الاول هنشوف الناس كانت قلقانه وعامله ازاي، وبعدين كيف تفوق على راي الكابتن طه موسيماني على الجميع. الحقيقه الفخ كان للجميع، لانه فعلا مع اعلان التشكيل كثرت الاجتهادات واختلفت الرؤى، فكان هذا راي كبير وشيخ المحللين الدكتور طه اسماعيل. تجربة ثلاثة في نص الملعب دي مش ناجحة في النادي الأهلي. نعم. لأن الثلاثة كلهم ارتكاز. كلهم ارتكاز، مفيش حد منهم بلاي ميكر. يعني أنا معرفش طبعًا اللي هيلعبوا بالشكل إزاي، ربما يكون مدربهم، أنا مش فاهم الترتيب هيبقى إزاي، التشكيل اللي موجود ده الترتيب هيبقى إزاي. لكن أنا شايف إن هو في مجازفة كبيرة من البداية. نعم. إن أنا أحط كل يعني السلة بتاعتي أحطها مرة واحدة، الجداد. نعم. بتوعي أحطهم مرة واحدة. بتشكيل حاطط فيه ثلاثة في نص الملعب، ما اعرفش ازاي، طب مين راس حربة؟ فهو انا شايف هو تجربة بيعملها، لكن انا شايف يعني التجربة رهينة تنفيذها. شوف هو قلق وقال ملاحظاته، ولكن بحنكة المدرب ودقة المحلل ساب الباب موري بسنة، قال لك مجازفة ولكنه مؤكد يكون هو دربهم عليها، ودعونا نشوف التجربة هتفرز ايه. التجربة رهينة تنفيذها، جملة عبقرية أكد بيها الشيخ طه اسماعيل انه لازم الناس تستنى. ليه بتحكموا على الحاجة قبل ما تتحقق؟ رغم انه هو شخصيا كان مندهش حكم، بس هو بيقول لك ايه، هو راجل ربما. هو ايه اللي في دماغه ودربهم على ايه؟ خلينا نشوف بالظبط هنا النضج بقى والعقل والخبرة، خلينا نشوف. طب تفتكر الكابتن احمد شوبير جنبه قال له ايه؟ نشوف. تشكيله النادي الاهلي فيها غرابه شديده جدا، عاد من جديد الى الثلاثي في وسط الملعب. هل بيرسي تاو هيلعب راس حربه وقفشه هياخد جنب من الاجناب ويتقدم عمرو السوليه؟ الله اعلم ممكن اللي يحصل ايه. الكابتن شوبير بقى كان اكثر مباشره، ما واربش ولا عمل، لكن قال مخاوفه على طول، هو هيلاعب مين راس حربه ومين هيعمل صانع العاب، وغريبه جدا. طيب نشوف التدرج بقى في خبرات الموقف. الشيخ طه اسماعيل الاكبر سنا وقيمه ومقاما عنده هذا النضج، فساب الباب متوارب سنه. الكابتن احمد شوبير قفلها خالص بقلقه ورؤيته. بس كمان عماد متعب او الكابتن عماد راح لموسيماني في حته ثانيه. كيف يفكر موسيماني؟ مش عارف، مش هو كل تفكيره ممكن يكون عايز يستحوذ على نص الملعب او يستحوذ على الكره على مدار 90 دقيقه. طب وبعدين فيما بعد؟ هي النقطه كلها، انا كنادي اهلي انا بغير طريقتي او بغير اسلوب لعبي لما بيكون في مباراه خارج ملعبي في اجواء صعبه، عايز العب 3 في نص الملعب. لكن تغيير طريقه اللعب واللعب 3 في نص الملعب في مباراه في الدوري المصري، دي رساله للنادي الاسماعيلي ان انا بقول له ان انا عامل لك حساب. انا دلوقتي غيرت في مكان قفشه، هلاعب قفشه طرف؟ طب ليه؟ يعني ليه الفكره؟ تاني حاجه، قعدت محمد شريف وقعدت حسام حسن بلعب من غير مهاجم، جبت بيرستاو واحد بيلعب ممكن يلعب مهاجم تاني لكن ما يلعبش مهاجم صريح. اتفق الثلاثه الكبار على حيرتهم وليه؟ وهو ايه اللي في دماغه؟ وهو عمل كده ليه؟ وهو ده وقته؟ وهو ده كلام. عايزين نشوف بقى كيف استطاعت المباراة أن تجيب على كل هذه الحيرة وكل هذه الأسئلة، عشان أنا ليا تعليق بقى في هذا الأمر.
يعني هقوله بعد ما نسمع الكلام ده. خلصت المباراة، فاز الأهلي بالأربعة، أداء رائع جدا. رأي الدكتور طه اسماعيل إيه؟ بالتأكيد النهاردة مسلماني نقدر نقول إن دماغه اشتغلت وإنه راهن وإنه كسب الرهان. هو دافع عن صفقاته. نعم. حلو. كان مقتنع بيها ودافع عنها. نعم. وعن استدعاءاته. نعم. لحمدي ولعمار. نعم. برضو لأن أشركهم النهاردة وثابت برضو إمكانياتهم كبيرة جدا. صحيح. فأنا شايف إن هو مقتنع جدا بالناس اللي جايبها والناس اللي استدعاها، ولذلك فصل عليهم طريقة اللعب اللي هو عايزها. ولعب زي ما شفنا في المباراة، يعني برضو كان الأداء والاختراقات متزنة من الجناب ومن العمق. نعم. تاو أثبت إن هو يعني مهاجم عنده حس تهديفي عظيم جدا داخل منطقة الجزاء وحواليها. نعم. لعيب كبير جدا جدا، وبانت الهدفين اللي جابهم بيستلم ازاي الكرة بشكل كويس، بيتخلص ازاي من المدافعين، وبيسجل منها حاجة كبيرة جدا. نعم. فأنا شايف إن هو يعني أول مرة يعني يفاجئ الناس، وعشان كده أنا بقول لك لو تتذكر قلت لك إن هو له حق إن هو يستدعي هؤلاء اللاعبين الصفقات ديت، مقتنع إن دول هيأدوا له الأداء. نعم. اللي هو عايزه. نعم. طيب هو قال يعني وجهة نظره، بس هو في جملة ما جاتش قالها قبل كده، إنه انتصر على الجميع بما فيها النقاد وفيها كل القلقانين وكل الناس اللي بتقول أنت بتعمل إيه يا عم أنت، لا كسب الكل في هذا الرهان. إذن موسيماني كان يراهن منفردا في مواجهة الرأي العام سواء جماهير أو نقاد، واستطاع أن يكسب الرهان لثقته. هنا بقى تحليل الكابتن طه، لثقته في استدعاءاته للمعارين والنجوم الجديدة اللي خلاها وظفها أو وظف الطريقة على قدراتهم، اللي ما كانتش بالنسبة لمعظم الناس واضحة بالشكل ده، ولكن المباراة قالت هذا الكلام وترجمته. تعال نشوف كمان الكابتن عماد متعب قبل ما علق. بعد ما قال أنا مش فاهم الراجل ده عايز إيه، تفتكروا بعد المباراة عماد فهم موسيماني كان عايز ايه ولا لا؟ نشوف. عاجبني موسيماني جدا جدا، مع اننا كنا قبل المباراه ما كناش فاهمين، وانا واحد من الناس اللي كنت مش فاهم، لكن لما شفت اداء اللعيبه في الملعب، لا اللعيبه فاهمه وحافظه كل كلمه هو قال لهم عليها، هو عارف امكانيات اللعيبه بشكل جيد جدا، نفذوا الطريقه صح. الضغط كان ضغط عالي، احنا كنا قلقين لا تكون طريقه دفاعيه، هي اتقلبت طريقه هجوميه بحته. هجوميه جدا. ضغط عالي، تحرك من غير كره بشكل جيد جدا. نعم. لا مركزيه بالنسبه للثلاثي الامامي كانت جيده جدا. الميزه بقى الاهم النهارده للنادي الاهلي ان كل الفرص اللي جات للنادي الاهلي سجلها، يعني حافظوا عليها. مفيش لأن نسبه التسديد، نسبه التسجيل من الفرص بالنسبه لتاو عظيمه جدا، عاليه جدا. الكورتين اللي جابهم وحتى الاوفسايد، الكورتين اللي جابهم شغل فيهم شغل جامد، مش اي واحد يعملها. يعني بيستلم الكوره وهو مضغوط، وبعدين بيتخلص من واحد والتاني وبيسجل منها، فدي برضو امكانيه كبيره جدا. في احيانا ممكن واحد ما يعملش العمليه، وحتى في واحده تانية في الشوط الثاني لقفشه لعبها له وحطها جول وتحسب اوفسايد. نعم. جت جول على شعرايه. جت جول. هي الميزه النهارده ان انا لما بوصل بسجل. كان في مشكله بعض الاوقات النادي الاهلي ممكن يوصل بخمس فرص يسجل منها واحده او اثنين. طيب كابتن عماد انبسط لانه بعد ما كان قلقان على الطريقه وتصورها طريقه دفاعيه اكتشف انها هجوميه. هنا عايز اتوقف بقى. لما الناس قالت هو الاهلي ليه يرجع يلعب في الماتشات اللي كنا بنتقدم فيها 4-3-3 وكل مره الطريقه لا تسفر عن نجاح. اللي حصل في هذه المباراه بيقول لك ان الموضوع ما كانش في الطريقه وانما كان في التنفيذ. طيب هل المجموعه اللي موجوده دي ملتزمه في التنفيذ اكتر من المجموعه الثانيه؟ لا مش كده، مش ده السبب الوحيد. المجموعة دي الأكثر حصولا على الراحة. انت لما تشوف الثلاث صفقات الجداد، الصفقتين الجداد الأجانب، وتشوف البدلاء دول مؤكد مش منهكين زي الهيكل اللي خاض البطولة السنة اللي فاتت، وربما دي تكون أحد أسباب اللجوء إلى أنك تلجأ لناس طازة فريش أكتر يقدروا يتحملوا أعباء الطريقة بقى. طب هنوريكم بقى لما الناس تكون مرتاحة بدنيا
وذهني بترتاح ذهنيا بتقدر تلتزم. وده اللي حصل لدرجه ان في صفاء ذهني. كابتن عماد قال لك وكابتن طه قال تقريبا من معظم الفرص تم تحقيق اهداف. مش لان في فوارق فنيه، لان كل لعيب له طعمه. يعني انت برضو لما جالنا كابتن محمد شريف السنه اللي فاتت اكثر، كان بقى هو عنده الميزه دي ان هو المرتاح اكتر من بقيه الفرقه، كسر الدنيا. لا الى ان له الاجهاد هو كمان. فالمساله دلوقتي عندك ميزه ان عندك لعيبه موهوبه جدا في كل الصفوف، في تفاوت في درجه الحاله البدنيه والشغف، وفي ناس منهم جعانه لسه عايزه تثبت وجودها. واصل فكره الالتزام استاذ ابراهيم دي عايزه صفاء ذهني عالي جدا. وكمان لما تشوف الاجوان اللي جت كلها تقريبا باديه بايه؟ بنجاح الضغط اللي عمله لعيبه النادي الاهلي. كنا نفتقد هذا الضغط لسبب الحاله البدنيه. الحاله البدنيه ما اعرفش. هتيجي فرصه واحنا بنستعرض الاهداف هتشوف ان البدايه دايما كانت ضغط والحصول على الكوره، وانت بتضغط وبتقطع الكوره الفريق اللي قدامك بيبقى في حاله عدم تمركز دفاعي جيد، فبتقدر تباغته. معظم الاجوان اللي جت بالطريقه دي. اذا الكلام كله على الهاي كواليتي او الجوده العاليه بتاعه اللعيبه. مستر بيتسو موسيماني قدر يتوصل الى مجموعه عندها القدره الكامله على تنفيذ فكره التكتيكي في الملعب. ازاي؟ حتى لما الناس انزعجت في ثلاثة ديفندر في نص الملعب اكتشفوا لا، الراجل هيلعب 3-4-3، فبالتالي حمدي فتحي هيرجع لورا شويه بنص هلال يكون في حضن بدر بنون وايمن اشرف، عشان بدر بنون وايمن اشرف يتمطوا بالعرض زي الاستك يكونوا في ظهر علي معلول واكرم توفيق اللي يكونوا طايرين على طول. فقدر يخلق كثافه في نص الملعب وقدر يخلق نشاط عالي جدا في الطرفين مع قلب خط الهجوم بالثلاثي. مجدي قفشه حركه من مركز 10 باجناح مع بيرسيتاو ولويس ميكسيوني. خلق كثافه في كل مناطق الملعب مع الضغط الشديد، قدر فعلا يخلق هذا التفوق وهذا التميز. بس عماد متعب اللي ياما فرحنا ومتعنا باهدافه الجميله، تفتكروا في الاربع اهداف ايه اكتر هدف عجب صانع او صاحب الاهداف الجميله نشوفه؟ عايز احلل معاك الجون الرابع، حسين الشحات واحمد عبد القادر. ادي الكره كابتن، جون ده لخص جمال اداء النادي الاهلي النهارده. نعم. يعني النادي الاهلي كان لازم يختم بهدف زي ده. هنا الانتشار بتاع لعيبه الاهلي مع ان في ضغط من النادي الاسماعيلي، لكن الانتشار جاي جدا. نعم. خلي بالك عمار موجود 5 بالظبط 6 وبعد كده تروح لحسين. نعم. فاتح على بص عبد القادر فين؟ بص حضرتك عبد القادر فين؟ دخل لجوه. نعم. وحسين كمل لحد ما لقى الوقت المناسب ولعبها على عبد القادر. ما لعبهاش بالعرض بالظبط، لعبها لواحد. نعم. بامكانيات عاليه جدا. نعم. وبفكر وبهدوء قدر يسجل هدف نموذجي. النادي الاهلي كان 10 لعيبه في الوقت ده. نعم. لكن الانتشار واللعب السهل كان يميز النادي الاهلي النهارده، وفي الاخر الفرقه يعني اتبروزت بالهدف الرابع. والله انا متفق معاه. الاجوان كلها حلوه، بس الجون ده طبعا جه وانت 10، ما يعتبرش هجمه مرتده قوي لان كان فيها تحضير من ورا. لكن كان فيها استغلال رائع نموذجي للمساحات. الباصه الطوليه من ورا لقدام لحسين الشحات اللي هو واصل بسم الله ما شاء الله الى حاله رائعه من التركيز والتنفيذ، ويروح مرجعها باحساسه ورؤيته ليه عبد القادر اللي اخر نفسه. كان ممكن احمد يندفع يبقى في وسط الناس دي. صحيح. فيضطر يلعبها له بالعرض. لا ده ثقه عاليه، وفي الحاله دي ممكن تتقطع من اي ديفنس. لكن لما اخر نفسه سنه بقى لوحده. لما هنشوف الجون ده ونشوف فيه سن التهويشه فتحت له الدنيا. عمل كده وراح المرقص. عمل كده كانه هيشوط وراح لامم. وراح لعيبه في الضيقه برضه. وكله بيعمل بيتحرك عكس الكوره. لا لعيب كبير فيه. لعيب فاهم بيعمل ايه. والهدوء ده وهو فيه من 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 حسين الشحات بقى في الجزئيه دي، انه بيجي في المواقف اللي زي دي. الجون اللي جابه تقلان قوي. لو تشوف الجون اللي جابه وكل الناس فاكر انه في الحرس الوطني. انه لما عمل كده وراح مرقص الفكره.
تبان سهلة لكن فيها فكر وفيها هدوء وفيها قدرة على التنفيذ. طيب تفتكروا إيه أجمل ما في مفاجأة مستر بيتسو موسيماني؟ كابتن محمد يوسف هو واحد من نجوم ومدرب الأهلي السابقين، حدد رأيه. شكل كان جميل، وأحلى ما فيه هو المفاجأة اللي عملها موسيماني في طريقة لعب. أحلى حاجة النهاردة وكان معاه توفيق كبير جدا هو تغيير طريقة اللعب ل 3 4 3. يمكن التشكيل لما نزل لكل التحليلات والاستوديوهات لعب بثلاثة ورا، لعب بحمدي فتحي وبدر بنون وأيمن أشرف، وطير علي معلول وأكرم توفيق. موسيماني فاجئ الإسماعيلي، والميزة أعتقد إن هو قوى دفاعه وخلاه في صلابة في الدفاع. شوفوا الطرق مش عبارة عن شطرنج بيترص، إنما الطرق فكر مطلوب من كل لعيب من هذه الرصة. بعد كده وانت بتحرك قطع الشطرنج كيف يتفوق لاعب على الآخر، هو بيفكر في ايه، فيتنبأ بالحركة المقابلة ويلعب عليها. ده اللي كان الحال، وده اللي انا قلته 4-3-3 او اي طريقة في الدنيا هي رهن بالتنفيذ وفلسفة التنفيذ وتغيير المسؤوليات على حسب مجريات المباراة. ده كمان المهم فيها يا باشمهندس توقعه لسيناريو الخصم، لان انت بتعمل كل ده. انا بقول لك بناء على رؤيتك وسيناريو المتوقع. ما انت بتعمل للمنافس، انت بتنقل العسكري عشان تدفع اللي قدامك يعمل خطوه انت عارفها بقى بالظبط، انت مستنتجها وهتتحرك عليها. طيب بالطريقه دي هو قوى الدفاع، قوى الدفاع جدا، فايه راي واحد من نجوم الدفاع السابقين في الاهلي محمود ابو الدهب؟ نشوف. الاهلي عامل مباراه عالميه، يعني النهارده اول مباراه للنادي الاهلي، يعني مش عايزين نسبق الاحداث، اول مباراه للنادي الاهلي طبعا، ويعمل الاداء ده. خلي بالك كمان النهارده يعني بريست تاو عمل مباراه رائعه، ان انت لعيب محترف ويبقى متواجد اول مباراه واول مشاركه ليه في الدوري المصري، كان بيجي والكابتن رضا عارف الكلام ده، ان انت اللعيب المحترف بياخد فترات وبياخد قبل ما ياخد على الجو وياخد على اللعيبه وينسجم مع اللعيبه بياخد. لكن النهارده الراجل بيتقل على الكوره وبيجيب اجوان وبيهدف وحافظ اللعيبه بشكل كويس جدا. ومش عايز انسى برضه مكسوني يعني انا في رايي النهارده يا اسلام، من وجهه نظري نجم اللقاء النهارده موسيماني. الراجل النهارده عمل مفاجات جدا يا اسلام في التشكيل، سواء بريستي تاو او مكسوني او النهارده كان بيلعب بحمد احمد عبد القادر ولعب مع هو الراجل عرف هو عاوز ايه من المباراه. النهارده انت بتكسب ثلاثه، فبتبتدي اللي احنا بنقول ان هو يبتدي يجرب، يبتدي يدي اللعيبه اللي ما بتلعبش على الدكه زي حسين الشحات النهارده، احمد عبادر، حسام حسن. النهارده احمد عبادر بينزل يهدف. فالنهارده انا من وجهه نظري لا، موسيماني نجم البقاء النهارده. اعظم شيء في الدنيا عندما تنتزع الاعتراف والاحترام من ناس ما كانتش ده موقفها، بعملك وباخلاصك وبتوفيقك واجتهادك وسيطرتك. ما قاله كابتن محمود ابو الدهب عن موسيماني قاله لانه اقتنع بما حدث في هذه المباراه، ولدرجه انه عمله نجم اللقاء الاول. وده مساله بديهيه لما تكون عامل حاجه زي بقول التفكير خارج الصندوق استاذ ابراهيم. طيب واحنا بقى في المنطقه الدفاعيه عايزين نبارك للكابتن الصديق العزيز الكابتن شادي محمد على برنامجه الجديد في قناة النهار أوضة اللبس. كل التوفيق للكابتن شادي، وأكيد هيكون إضافة مميزة للإعلام الرياضي بخبراته. لكن هو رفع القبعة لموسيماني ليه؟ نسمعه نشوفه. شابو موسيماني ليه؟ لما قبل المباراة تابعت المواقع كلها، تابعت كل الاستديوهات كلها، بقيت أقلب من هنا لهنا لهنا، الكل كان بيتكلم التشكيل ده، التسرع ده، ازاي اللعيبه الافارقه، حرق اللعيبه الجديده، و و و و. ولكن موسيماني راهن على تشكيله وكسب بيه، وشفنا اختلاف في المستوى. رقم اتنين، النهارده واللي في الكواليس اللي احكي لحضراتكم، المدير الفني موسيماني كان بيقاتل على صفقه بيرسي تاو في ظل البرايتون
على سعر اللاعب، فاللاعب جاله عرض قبل ما يجي النادي الاهلي، والمدير الفني على علاقه بيه من ايام ما كان بيلعب في سان داونز، فاصر اصرار شديد جدا ان اللاعب يبقى موجود. فمن هنا لازم نقول له شابوه. اذا الشابوه او رفع القبعه لسببين، مش بس انه استطاع ان يستخدم اوراقه بخطه مفاجئه او بتنفيذ مفاجئ للخطه اللي كان مش عارف يقدمها قبل كده بالشكل الناجح ده، العنصر اللي هو قاتل لاحضاره زي قلت ايه كافئه زي ما بيتقال كده، لعيب هو بيقول له بس ادوني الراجل ده، بس ادوني الراجل ده، كان قبليه لو تفتكر سيرينو. لكن هو ده انا رايي انه اهم من سيرينو. تمام. لانه اذا استمر على اذا كان دي بقى، خلي بالك انت لما تشوف الملامح بتاعته، ها وشه بيفكرني بمحمد عباس والله. يمكن محمد عباس بدنيا اقوى لكن ده دريبلر احسن مهاريا. والواحد واحد يفوت. حتى الجون اللي جابه الشيخ طه عجبه ليه؟ انا بقول لك انا دي لعبه الشيخ طه، ما تجيلي كده روح كاسر على الشمال وشايط. فهو في من كوكتيل مهارات من ناس نعرفها كلهم كانوا لعيبه افزاز يعني، لكن اما تعمل عينيه كده يا ابراهيم اكنك قدام محمد عباس. نجم الاهلي في السبعينات وبدايه الثمانينات. فشادي شايف انه كفو، برافو انه صمم عليه لانه انصفه. طيب تحب تعرف راي الذي لا قيمه له؟ طبعا بعد الفاصل. ما تخافش على الاهلي، طالما الاهلي بكل لاعبيه وجهازه الفني وجماهيره مدركه جدا ان اللي حصل ده مجرد بدايه لا أكثر ولا أقل، فقط بداية رائعة جدا يجب أو يمكن ويجب البناء عليها كثيرا. شفنا رأي عدد كبير من المحللين ونجوم الكرة، فما رأي الزملاء مقدمي البرامج؟ والبداية مع الكابتن الكبير مدحت شلبي. كل التقدير النهاردة موسيماني 20/10، كل تصرفاته النهاردة رائعة، بداية من التشكيل وضع ميكسوني وبيرسي تاو، ما كانش حد متوقع، بيرسي تاو لعب واداله الثقة تمام. بدايته بالخمس محترفين الأجانب 20/10، تغييراته إن هو يدي العمار وكمان يدي لأحمد عبد القادر وحسام حسن 20/10. برضو الحتة التانية اللي قلتها ملحوظة بسيطة جدا، بيرسي تاو أول مشاركة دي النهاردة عجب هدفين، مفيش أجمل من كده، عمل شوط حلو قوي، خليه يحلم بقى بالشوط الحلو ده وهو لسه أول مشاركة ليه. مش هعلق على الكابتن مدحت لوحده لان عايز اربطه بما قاله الكابتن سيف زاهر ايضا، نسمع بعضين نعلق على الاثنين مع بعض. يهدى موسيماني؟ لا، يفتح يعمل افتتاح النهارده للدوري الممتاز برباعيه على مين؟ على النادي الاسماعيلي. دخل التحدي خلاص، دخل الرهان. النهارده موسيماني بيدفع ببرستاو. دايما في مقوله اما تدفع بلعيب جديد افريقي تحرقه، نزله نتيجه كويسه، نزله سنه ما تدلوش مره واحده. وكل جمهور الاهلي حط ايده على قلبه، واول ما حط التشكيل كل الناس قالت لك تاني يا موسيماني، اختراعات تاني، 4-3-3 تاني، شادو سترايكر تاني، مفيش راس حربه صريح تاني. ولكن واضح ان موسيماني كان عنده رؤيه، واضح ان كان عنده فكر كبير، قال لهم رهان هاخده، مخاطره هاخدها، ريسك هاخده. بيرستاو النهارده بيبعت رساله لموسيماني وبيقول له الله ينور عليك، ما تقلقش، عمري ما هصغرك، ما تقلقش، اخترتني ورهنت عليا كسبان باذن الله. هعكس يعني، كابتن سيف زاهر بيقول المخاوف كانت الله، 4-3-3 تاني، هنبدأ تاني بالأجانب، مش قلنا نتريس وناخدهم واحدة واحدة؟ وفي ذهنه تجربة بواليا السنة اللي فاتت، لأنه نفس الشيء، كان شريف ماشي كويس وبعدين لعب بواليا. بس الفرق بقى بين بواليا وتاو إن تاو أنصفى
موسيماني وان الطريقه والالتزام ساعدت على هذا الانصاف. نفس الكلام بقى نعكس بقى كابتن مدحت قال ايه؟ 20 على 10 التشكيل في رايه كان 20 على 10 20 على 10 في الدفع بتاعه. تخيل بقى انه ما كانش 20 على 10 بالعكس كان 5.3 او حاجات زي كده في الدفع ببواليا لو تذكروا بنفس التغييره. وايضا 20 على 10 بالخمسه المحترفين مره واحده مع بعض. انا بقول كده ليه؟ لان لا الطرق هي اللي بتعمل النجاح ولا التشكيل هو اللي بيعمل النجاح ولكن التنفيذ والالتزام. كل عناصر النجاح كانت في هذه المباراه مبنيه على التحرك بدون كره، المباغته، انك انت بالضغط بتقدر تقطع الكره وبتلعب ففي مساحات ما بيلحقش الناس تتكتل قدامك. كل ده يا جماعه مش هيبقى بنفس السهوله في المباراه الجايه لان الناس خدت بالها بقى لا احنا لو عملنا كده لو لعبنا وفي مساحات الدنيا هيحصل فيها ايه. بس يستطيع النادي الاهلي من خلال الالتزام بالضغط اللي هو فردي وجماعي واللعب في خطوط متقاربه وبسرعه، بسرعه مش معناها الكور الطويله لكن النقل السريع اللي هو زي كره اليد الفاست بريك على مراحل او الهجوم الخاطف على مراحل. هذا هو سلاح النادي الاهلي الذي لا يمكن مقاومته لو حصل نفس الالتزام ونفس الانضباط التكتيكي. طيب هذا رايي الذي لا قيمه له. الذي له كل القيمه. طيب ده راي الكابتن مدحت شلبي والزميل العزيز سيف زاهر. الزميل العزيز هاني حتحوت عجبه في بيرسي تاو حاجه تاني ما حدش قالها. نشوف. بيرسي تاو دي البدايه، الحلم بالنسبه له انك تلعب اول مباراه رسميه مع فريقك الجديد وتسجل هدفين فيهم امتاع وفيهم كره حلوه، بل وتالت سجلته واتلغى بداع التسلل. دي بدايه ممتازه. والكلام عن فكره بقى بيرجعنا دايما للكلام عن ان هو اللاعب اللي لسه جاي محتاج تجانس وانسجام، ولا عادي انك تلعب بيه، ولا هو الموضوع متوقف على ثقته في نفسه وشخصيته. في النهايه هو قرار مدير فني اعتمد النهارده على بيرسي تاو في اول جاهزيه فنيه وبدنيه وشارك وسجل هدفين. عجبني في بيرسي تاو واللي بيخلي القصه فيها انه واضح انه هيقدم كتير للاهلي ابتسامته، يسجل يبتسم يضيع عادي مبتسم وبيستمتع بالكوره، ودي حاجه جيده جدا في الصفقه القادمه من برايتون الانجليزي لصفوف النادي الاهلي في اول ظهور ليها. ده غير ان ميكيسوني لثالث مباراه بيلعب وبيظهر بشكل جيد بنسبه كبيره جدا مع الفريق الاحمر. الزميل العزيز هاني حتحوت بيجاوب على السؤال اللي انا كنت بقول ليه اعتبرنا ان لما ابدا ببواليا تصرف خاطئ ولما بدانا بتاو كان تصرف 20 على 10 وناجح جدا. الفرق قالوا ببساطه وترجموا بشكل مباشر في الشخصيه، لعيب متصالح جدا مع نفسه بيستمتع بالكرة، هادي جدا متأكد من إمكانياته. على فكرة بواليا لاعب رائع جدا وإمكانياته عالية جدا، لكن جاء إلى النادي الأهلي يرزح بالضغوط. إيه اللي بيرسي تاو بشخصيته كده تحرر منها فاستطاع أن يقدم هذه الإمكانيات. طيب إعجاب كل الزملاء وإشادتهم ببيرسي تاو في أول ظهور له لا يجب إنه يخلينا نغفل دور بقية عناصر في الملعب. على فكرة حمدي فتحي كان واحد من العناصر المؤثرين جدا في الطريقة دي، بس طبعا اللي بيجيب الإجوان والحالة الجديدة والرقصة خلت الناس كلها بيرسي تاو يا بيرسي تاو. لكن حمدي فتحي واحد من العناصر اللي لما تأخر سن الورا وبقى في حضن بدر بنون وايمن اشرف اداهم فرصه الاثنين يتحركوا يغطوا ورا الطرفين، فالطرفين يطيروا اكرم وعلي معلول باستمرار، فخلقوا فعاليه هجوميه من الطرفين سريعه. لكن حمدي فتحي
لما تأخر الورق هو اللي بيبدأ الهجمة، هو اللي بصير جامد، وهو اللي كورته على الأرض سليمة. ديانج وعمرو السولية قفلوا نص الملعب في العمق مع الثلاثي الهجومي اللي قدر فعلا يتسيد المنطقة الهجومية بتحركات واعية جدا بين قفشة مع بيرستاو، والاتنين على فكرة هيكون بينهم تعاون عالي جدا. قفشة لعيب ذكي جدا في الملعب، شفنا الربط بينه وبين شريف عمل خطورة كبيرة السنة اللي فاتت. مباراة امبارح قالت ان في ربط جاي كويس قوي ما بين بيرستاو وقفشة ولويس ميكسيوني بتحركاته هو التاني. فأعتقد كل العناصر أدت كل واجباتها في طريقة اللعب، وإلا ما كانش المنظر طلع بهذا الشكل الجميل. شوف يا أستاذ إبراهيم، صدقني الباكين طايرين بيطيروا، لكن أيضا ملتزمين دفاعيا بشكل رائع جدا. طبعا أنا أكتر مباراة دفاعية عجبتني لعلي معلول. ارتداد جميل، مش بس هو كان بيطلع بشكل مقنن وبشكل لا يخل بالطريق. أنا بقول لك التنفيذ، تنفيذ الطريقة، وأعتقد إن ده اللي كان في ذهن موسيماني في كل مرة كان بيلجأ في لحظة إنه يلعب 4-3-3، إنه يؤخر حمدي فتحي ويلعب بالطريقة دي. وقبل كده وهو بيلعب صن داونز أعتقد أول واحد شفناه في الطريقة دي كان رامي ربيعة، برضه أداه بنجاح. لما بيبقى الفريق مع بعضه ملتزم الطريقة بتنجح جدا، صحيح، لأنه بينجح بعضه. صحيح، لدرجة ان كل الخطورة اللي اتشكلت عليك ما كانتش في اللعبة المنظمة، كانت في اللعبة الطولية. يعني ثلاث مرات الناس تخش في العمق بألعاب طولية. انت بتضطر الفرقة اللي قدامك تلعب كده. فأنت لو حصل هذا الالتزام، يعني ما تفهمنيش ان اكرم ما كانش واحد من نجوم المباراة. طبعا. ليه؟ مدافع ومهاجم وبيبتدي هجمة وبيوصل لحد هناك، يعني هو بيأدي الدور ده. من أحسن مباريات بدر بنو، غلطة طول الماتش اللي سرح منه شكري نجيب وعدى. أيمن أشرف حدث ولا حرج، هو أحد ركائز هذه الطريقة، لأنه بيقدر يبتدي الهجمة وبينقل، زائد الصلابة الدفاعية اللي هو فيها. طبعا حمدي فتحي ودوره الرائع اللي اشاد بيه كل النقاط. ايوه. عمرو السولية السهل الممتنع في هذه المباراه. ديانج الاخطبوط. ديانج الاخطبوط اللي لمم الدنيا كلها. طبعا لمم الدنيا كلها، ولكني ارجو ان يخلي باله وحماسه في التحامات. ساعات يجرفه، لانه الحقيقه ساعات بس يمكن طبيعه المركز. لا هو الكره دي بالذات اتظلم فيها ليه؟ هو شايفه كره عاليه كده، فهو رايح للكوره بيلعبها في نفس توارد الافكار بتاع المدافع اللي راح، هو حاول يسحب رجله في اللحظات الاخيره، قطع الفانيلا جاب سبب، وده اللي عفاه من الطرد. هو لو فضل مصدر رجله كده كان اتطرد 100%، الازاحه هتبقى جامده جدا. فجت خربوش وقطعت الفانيلا بالظبط. طبعا ميكيسوني الدور اللي لعبه وهو من ورا وبيجي يكمل، كان في ايضا التزام جامد جدا ونجاح. هو يوم حلو، يوم حلو خلانا حتى علي لطفي يعني ما حسيناش بيه كتير. لا حسينا بيه ما شاء الله في اكتر من فرصه، هو الفرصتين راحوا له جميل، كان في درجه ثبات عاليه جدا. طيب ما دام المهندس عدلي بقى بسرعه راح سحبنا مع رجل ديانج الى التحكيم. التحكيم في افتتاحيه الدوري لجنه جديده، زي جديد، حتى وان كان في بعض الملاحظات يمكن بعض الحكام بالزي الاخضر بلون النجيله خلى الحكم مثلا زي محمد معروف مش باين، تبص انت مش قادر تشوفه لون نفس النجيله شورت وفانيلا، فتقعد تدور هو فين الحكم، اختفى في النجيله. فاعتقد ان الكابتن عصام هيراعي ده مع بعض التعارض اللي حصل في الوان الحكام. يمكن مباراه طلائع الجيش والبنك الاهلي كان نفس لون طاقم الحكام، هو نفس لون باسم حارس او بسام حارس طلائع الجيش. فانا اعتقد فكره الالوان مع بهجتها محتاجه تتراعد تظبط شويه مع الوان الفرقتين وحراس المرمى وارض الملعب كمان. غرفه الفار هي الغرفه التي لم تطلها بعد يد التحديث. انت فاكر لبس الحكام زمان كان ايه؟ اسود بليزر، جاكيت، ايوه بيه ابيض
وشياكه ما ب... انا مش عارف ليه غيروا الكلام ده علي انديل وحسين امام وحسين امام الامبراطور لا كان مديه الحكم هيبه ووقار مش عارف ليه غيروا ايه الالوان ما نلعب بالاسود ما فيش فرقه يعني خلي اسود مثلا واصفر بحيث ان انت لما تلاقي حد لابس اسود البس له اصفر انما والله كان حاجه شياكه جامده جدا جدا بيزرر الجاكيته كده كانت عايزين نجيب لهم صوره كده نوري لهم التحكيم زمان كان عامل ازاي شياكه ولا نقد دلوقتي الوان الفوشيا حكام الفوشيا يعني هو ماشي مع الليله كده طيب قلنا يعني النقل التلفزيوني ما شاء الله يعني كل التحية للقائمين عليه طاقم التحكيم البشري كابتن عصام عبد الفتاح بشرنا انه الفيفا اعتمد لنا معرفش 46 حكم لغرف او لحكام الفار يعني في وفرة عددية في ورش عمل عقدت في محاضرات تثقيف اتعملت للارتقاء بالعنصر البشري بعد تطوير العنصر التقني في ايه ناقص تاني عشان الفار اللي تعبنا ده قوي ينشط شويه لانه اللي حصل في بعض المباريات اعتقد مباراه سموحه والاتحاد السكندري اثارت الجدل خاصه في ضربه الجزاء اللي احرزت للاتحاد مباراه الزمالك وانبي اعتقد كانت مثيره جدا للجدل ايضا غرفه التحكيم كانت مسار يمكن ضربه الجزاء اللي احتسبت للنادي الاهلي وهدف بيرسي تاو وانذار ديانج دي ثلاث قرارات كانت مهمه جدا في مباراه الاهلي والاسماعيلي نشوف راي الكابتن احمد الشناوي فيها ايه نشوف اللعبه الاولانيه هي ركله الجزاء وركله الجزاء الناس فاكره في دوسه على القدم ما فيش دوسه على القدم هي في شاط الرجل اللي بتتنقل بصوا يا جماعه اهي بصوا اهي هي دي هو بيجري خد رجل اللاعب خلاص زقال قدام خلاص فقد التوازن بص هو بيسقط خلاص نقل رجله نزلت على غير طبيعتها على غير الطبيعي اللي هو عايزها فبالتالي سقط وبالتالي ركله الجزاء موجوده وقرار الحكم قرار صحيح نيجي هنا اللعبه دي مهمه جدا طبعا التسلل مش موجود من اوله وده صح وحتى في لحظه التمرير افشل اللاعب ادي زي ما انتم شايفين اللاعب مش مسابق الكره اللي خلاص المساعد النهارده بيتعامل مع الكره فاذا النهارده الهدف صحيح اخر حاله طبعا دي هنا ادي الانذار الثاني اهو نعم هنا بقى انا عايز اقول حاجه هو هنا بس الحاجات دي انا عايز اقول الحكم في المباراه وبيجري من المستحيلات ان يقدر حد لازم يكون لكن لو ما كانش عنده انذار وعدل الفار كان هيبقى طرد مباشر الفار كان هيناديله يقول له تعالى شوف ويطرد طرد مباشر فطبعا هنا ده قرار صحيح من يعني ما الفار ما يقدرش يتدخل خلاص لان هو اتطرد نعم مش هيتدخل يعني ده تحليل الكابتن الشناوي وانا قلت لكم قبل كده ان لولا انه حاول يسحب رجله كان من الممكن الخط الكارت الاحمر يطلع بشكل مباشر لكن ايضا عايزين البنت اللي اتحسب ده فيه ثلاث اخطاء في شد من الدراع وفي دفع وفي لطشه بالقدم فهو يمكن سرعة الكورة كل واحد ركز على الحاجة اللي شايفها لكن هي ضربة الجزاء مش عايزة مناقشة أنا عايز أتكلم بس على فكرة الفار بالذات على الكورة بتاعة الزمالك المشكلة هتيجي صورتها مش لا أنا مش عايز ماليش دعوة بالصورة والكلام ده أنا عايز أقول هو إحنا ما هي دي المشكلة أنا قلت من الأول المسألة مش مسألة كفاءة أنت دلوقتي عندك درجة من درجات التقاضي اسمها الاستئناف اللي هي الفار إنك تشوف على مهلك وتشوف كل الأحداث التي تسبق الحدث اللي أنت عايز تاخد فيه القرار لماذا يتم إخفاء مباشرة ودي حصلت في ماتش المصري السنة اللي فاتت دفعة قبل لمسة اليد المرة دي دفعة أدت إلى أن اللاعب ارتطم هو الزحلق ليه؟ لأن اتزق ليه ما بيجيبش اللقطة اللي هي أنت مطالب بدي الفار مطالب بدي اللي ما شافهاش الحكم ممكن طيب. الحكم يبقى شاف حاجة أنت بتجيب له الحاجة اللي ما شافهاش خلينا في واقعة الأهلي لأنه ده كلام والكلام ده مهم جدا لأن احنا واحدة واحدة إن شاء الله
على مدار الموسم مباراة مباراة، ومش هيبقى رأينا، خليكم فاكرين الكلام ده، هيبقى رأي خبراء التحكيم كلهم. إذا كنا شفنا رأي الكابتن أحمد الشناوي عن الثلاث قرارات اللي في مباراة الأهلي، رأي الكابتن جمال الغندور كمان مهم. امشي بص بص اللاعب الإسماعيلي، أدي الإيدة هي اللي باينة قدامنا، وأدي الإيدة خلاص مسك واحدة من الأخطاء اللي بيعاقب عليها القانون بركلة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء، ركلة الجزاء. هنروح للحالة الثانية، حالة الهدف الثالث للأهلي. أدي الحالة، أدي لحظة لعب الكرة من غير على فكرة الخطوط، من غير الخطوط باينة، باينة إن الكرة سابقة. خلاص لما الكرة سابقة اللاعب يبقى هنا من غير، أنا مش محتاج كده خطوط، وبالتالي هنا برضو هنا تم التشييك على الهدف والهدف صحيح. هنروح للحالة اللي بعد كده، هنشوف هنا هو راح يلعب الكرة، راح يلعب الكرة وعينه على الكرة ومش شايف اللاعب، عشان إيه؟ نلغي فكرة التعمد، التعمد مش موجودة. هي مثل هذه الحالات عشان نكون أمناء، مثل هذه الحالات بتبقى بين الإنذار والطرد. طب حضرتك لو موجود مكان كابتن محمد عادل، أنا في الملعب هنا وحتى مع تقنية الفار أنا همشي مع الإنذار. ده اللي قلناه لكم، وأكد عليه كابتن الشناوي، أكد عليه كابتن جمال غندور. تعالوا كمان نشوف الكابتن رضا البلتاجي، هل اتفق معاهم ولا شاف حاجة تانية؟ يمكن الحالة الأولى اللي هي ركلة جزاء مرتفعة للنادي الأهلي، ممكن يختلف. أنا شفنا ركلة جزاء صحيحة. طرد أليو ديانج، هل هو طرد مباشر ولا بعد حصوله على الإنذار؟ هو كابتن الرجل كانت فيها ثانية، يعني فيها ثانية، ما كانش هناك نية ان هو راح يخش استخدام قوة زائدة. اتهور وفقا لقانون انذار. الهدف الثالث للنادي الأهلي اللي هو الحكم التسلل، مساعد التسلل، أنا من أول قلت بقى. قلت هدف. قلت هي بقى الكرة كانت سابقة اللي لعيب اللي باص الكرة. إذن اتفاق على القرارات، وده يعني ثلاث حكام كل واحد فيهم رأس لجنة التحكيم ومحاضر وخبير، وخبير طبعا وقيمة من القيمم، فاتفاق على صحة هذه القرارات. هو بس كان القرار بتاع كارت أصفر فقط لأليو ديانج فيطرد للكارت الثاني. شفنا الناس طلعت، يعني البعض طلع يصوت وازاي والحق وفين العداله. عارف ليه؟ هي فرقت ايه؟ ما هو خرج من الملعب. انما اللي بيقول لك كده ده كان عايز يتوقف ماتشين، ماتشين عشان ما يلعبش الماتش بتاعه. ايوه بس كله يبكي على الليله. هو خد فرقه الاهلي كلها ديانج، يعني ما فيش مشكله. انما الحقيقه راي الكابتن جمال الغندور والكابتن رضا البلتاجي وقبلهم الكابتن الشناوي انه التعمد ما كانش موجود عند أليو ديانج. هو مد رجله واول ما وصلت راح ساحبها، فحتى السحبه هي اللي قطعت الفانيلا، ما عورتش الجسم، فعشان كده الحكم شاف شرط التعمد يعني. شرط التعمد مش موجود، فبالطبيعي بياخد كارت. ده باجماع اراء خبراء التحكيم الثلاثه. لكن مباراه الزمالك وانبي شهدت قرارا مثيرا للجدل ولعله غريب، ضربه جزاء للزمالك أجمع على عدم صحتها خبراء التحكيم نفسهم. البداية مع الكابتن سمير عثمان. مبدئياً في دفع من لعيب نادي الزمالك على مهاجم، على مدافع نادي إنبي. الدفعة دي خطأ. الدفعة دي خطأ، لازم يتم احتسابها. لو محمود ما شافهاش وبعد كده حسب ركلة الجزاء، يبقى لازم حكم الفار يناديه ويشوفها. يا كابتن سيف أنا بقول يناديه يشوفها ليه؟ حتى زيادة الأكيد يعمل معاه كونفيرم. هنا قبل ما أتكلم على ركلة الجزاء، لا، في دفعه من لعيب نادي الزمالك لمدافع نادي ام بي اللي خلاه وقع. بعد كده لعيب نادي الزمالك جاي من ورا واخد القرار انه يقع. الكره دي ما فيهاش ركله جزاء، لا، دي فيها خطا من الاول على مهاجم نادي الزمالك. اهو الدفعه واضحه، احنا جبناها من كذا زاويه ونشوفها من زاويه اوضح. لعيب نادي الزمالك جاي واخد القرار انه يقع. هنا كان لازم حكم الفيديو غير الخطا. يا كابتن فيها خطا ولا لا؟ لا ما فيهاش خطا. وهنا خطوره الفار لما يبقى قراراته انتقائية. قلنا الكلام ده في ماتش المصري 2-2، وكان في اللحظات الحاسمة اللي تحسم الدوري، وفاز الزمالك في الوقت المحتسب بدل من ضعف في الثواني الأخيرة بضربة جزاء يسبقها دفعة ما كانتش موجودة، ما كانتش هتتحسب. أيضا هذه المباراة هي دي اللي فتحت الجون الأولاني،
ممكن كان يجي الجون الثاني ما نعرفش ايه اللي كان هيحصل، لانه زي ما قال الكابتن حلمي قال غيرت لي تكتيكي، انا مغلوب هعمل ايه؟ التكتيك بتاعي اتغير من ان انا ادافع بشكل صارم الى ان انا احاول اعوض. يا جماعه للفار ماليش دعوه بقى ان دي جت في الزمالك او جت في الاهلي او جت فين، لان برضو كان في نفس الجدل في ماتش الاتحاد السكندري. ما تدوش فرصه للناس تبقى مش فاهمه هو في اراده ولا ما فيش اراده لتحقيق العداله بس. لكن اعتقد الراي المهم والموضوعي كان من الكابتن ياسر عبد الرؤوف في قناه الزمالك عن هذه الضربه، نسمعه. رقم واحد في دفع على مهاجم الزمالك. طيب ضرب عشان بقى نتكلم في الحال، المخالفه موجوده؟ المخالفه موجوده. في ركله جزاء على المخالفه؟ في ركله جزاء. ولكن انا المفترض بيا كحكم فار ان انا براجع على حاجه اسمها اي بي بي اللي هي مراحل بناء الهجمه. هل كان في مخالفه قبل كده ولا لا؟ كان في مخالفه قبل كده على الجزيري، فالمفترض ان هو يقول للحكم في مخالفه من المهاجم قبل ما المدافع يرتكب مخالفه ضد المهاجم زميله. لو رجعنا على اللعبه بالشكل ده ركله الجزاء هتتلغي وهيحسب مخالفه على المهاجم. الكلام ده بقى مهم جدا وخطير ونتوقف عنده لانه بيتفق مع مخاوفي. قال لك ان الفار ملزم بمتابعه مراحل بناء الهجمه. بناء الهجمه. كلام مهم قوي. طيب احنا الكابتن عصام قال دربنا الناس قبل الموسم واخترنا عدد كبير من الناس. اذا تم تدريبهم على هذه البديهيات والابجديات. انا السنه اللي فاتت شفت ماتش للمقاولين والجونه، المقاولين جري من ال 18 جاب جون اتلغى لانه كان عامل فاول في منطقه ال 18. اذا مساله بقى ان انت شفت وما فهمتش، لا مش وارده. طب شفت وما قلتش، مش خطيره نجاة. جدا مش نجاهات خطيره جدا ودي اللي انا خايف منها. طب ما شفتش، طب ما شفتش ليه اذا كان هي دي شغلتك الاساسيه وعندك الوقت؟ احنا شفنا الكوره بتاعه الكابتن محمد عادل اللي هي بتاعه بيرسي الجون الثاني، وقف اللعب يمكن 4 دقائق. ايوه يعني في تأني وفي مره واثنين وثلاثه، لا زي ما بيقولوا انت تستطيع يو كان افورد، انت تتحمل هذا الوقت وعندك من التقنيات والادوات انك تعرض بالبطيء وتجيب الخطوط وعندك كل حاجه. لما ما تعملش كده بقى انت مش عايز تعمل كده، ملاش تفسير تاني. صحيح. كمان في مباراه الزمالك وانبي اعتقد الحكم في مساله الوقت الاضافي كانت غريبه جدا. وانت لما تحسب دقيقتين وقت بدل يوصلوا خمسه ازاي؟ ازاي بالله عليك يوصلوا خمسه؟ ما وقفش اللعب يعني هم دقيقتين لحد يتعالج ولا حد وقع ولا الدقيقتين يتمطوا يبقوا خمسه ازاي؟ دي حاجه اعتقد حاجه تامنه دي. دي مساله غريبه جدا جدا يعني. اصل كمان التوقيت ده لا ده دي ساعه حسبت دقيقتين اتعطل اللعب فيهم دقيقه، اتعطل نص دقيقه، رحت الفار ولا عملت حاجه؟ ولا عملت حاجه. قول لي جبت الخمسه منين؟ دي كانت غريبة جدا. وبالمناسبة برضو لأنه في بعض خبراء التحكيم للموضوعية قالوا أن الزمالك كانت له حقوق في هذه المباراة بخلاف ضربة الجزاء اللي أضيفت ليه، لكن احنا هنا بنتكلم على تقييم ما خدهاش الزمالك ليه؟ تقييم القرارات اللي الحكام أخدوها. الحكم ما احتسبش ضربة جزاء للزمالك عشان تقيم، هو احتسب ضربة غير حقيقية غير صحيحة. احنا بنتكلم على الضربة اللي اتحسبت حقيقية ولا مش غير حقيقية. اللي حسبها محمود ناجي ضربة ما كان ياخدها، كان لازم ياخدها. لكن غياب الفار هنا في جزئية الكابتن ياسر عبد الرؤوف مراحل بناء الهجمة، بمعنى ان انت ممكن جدا يكون بداية الهجمة اللي انت اسفرت عن هدف فيها خطأ في نص الملعب. انت الراجل حكم الفار ده مش قاعد مركز قوي على الشوط الاخير، على اللقطه الاخيره اللي جه منها الجون فيقولها وخلاص، حتى لو كان قبلها في مصيبه حصلت تغاضى عنها. ده كان راي الكابتن ياسر عبد الرؤوف، واعتقد كل اللي انتوا شفتوه كان كفيل قوي انه يخلي الكابتن حلمي طولان تقريبا الراجل طلع من هدومه بعد المباراه. نسمعه. طبعا
تثبت ضربه جزاء من وحي الخيال على راي حكام مصر اللي على الفيسبوك كلهم من وحي الخيال ضربه جزاء. وبعدين انا بستغرب ليه الفار ما نادهولوش. انا بحيي لاعبتي وبشكرها بالرغم من الهدف الاول الظالم، واعتقد ان ده اثر بشكل كبير جدا. يا ناس اللي ملوش ظهر بيتضرب على بطنه، يا ناس لو سمحتوا لو سمحتوا كده كتير. هو ده امتداد للموسم اللي فات ولا ايه؟ انا مش عارف. طيب يا ناس اللي ملوش ظهر اللي له ضهر ما يضربش على بطنه يعني، ويطلع كابتن الماتش فرج عامر يقول لك حسبي الله ونعم الوكيل، ويعني ولا غائث من مستغيث. وبعدين كابتن حلمي بيقول لك يا ناس هو ده استكمال امتداد للموسم اللي فات. نستغيث بفاصل بقى ونرجع نشوف هنعمل. نطلع لفاصل ما دام الكابتن حلمي استغاث. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن واحنا بنستعرض كل فقرات التحكيم وكل اراء خبراء التحكيم برضه هدفنا مزيد من التثقيف لكل الجماهير، لانه الحقيقه فعلا الجمهور متابع وبقت عنده ثقافه كرويه وبقى عنده شغف بالمتابعه الدقيقه. وبمناسبه الثقافه الرياضيه دعونا نشاطر الزميل العزيز الناقد الرياضي والمعلق الكبير الاستاذ اشرف محمود رئيس الاتحاد المصري والعربي للثقافه الرياضيه. الأحزان لوفاة شقيقه تغمده الله بواسع رحمته، وألهم الأستاذ أشرف وأسرته الصبر والسلوان. بقاء لله وكل العزاء له، ربنا يديله الصبر والسلوان. ده كان كل ما لدينا بعظمة لسانه، لكن هناك الكثير من أسرار الملك عن نسر قرطاج. ما دمنا في محتفيين بهذا العدد الكبير من النجوم العرب في الدوري المصري، نتحدث عن عدد كبير من الجزائر، من يمكن حتى من تونس. تونس صاحبة الأغلبية في الدوري المصري بين الأشقاء العرب اللي موجودين في المسابقة بزعامة علي معلول. لا يفوتنا ولا ننسى أن من فتح الباب للأشقاء التوانسة في الدوري المصري كان بوجلبان ما اعرفش هو لسه موجود في مصر ولا لا، اظن سافر. كان موجود من اسبوع. ويعني تواصل معايا والقناه استضافته، كان في ضيافه الكابتن اسلام الشاطر. ولما رحت اجيب دومونيك كان في استقبالي بسيلفا. وكان المفروض ان انا هجيب لعيب تاني، ما كان راح متعاون جدا. متعاون مش متعاون، هو شال، قال لي لا مش هترجع الا بلعيب. ورجعت بدومينيك دا سيلفا، واحد من اهم اللعيبه اللي جت كمحترف، لكن شخصيته العصبيه وقماص عطلته شويه، لكن كانت قدراته كان سريع جدا، كان لعيب ممكن ينجح بسهوله جدا ونجح معانا، ما نقدرش نقول فشل. حتى لما راح بعد كده الزمالك اعتقد ان هو برضه نجح معاهم. فانيس دائما يعني شايل هم النادي الاهلي، زيه زي جيلبرتو لما رحت أنجولا. جيلبرتو ده كان ما سابنيش ثانية، وكان همزة الوصل في كل التصرفات. وده السحر أو السر اللي بيربط الأهلي بالمحترفين الأجانب، لاعبيه اللي بيحترفوا فيه، بتجد إن سايب بصمة عميقة جواهم قوي قوي. النهاردة بنشوف أليو باجي بيتكلم بيقول ايه عن النادي الاهلي كل ما تجيله فرصه. والتر بواليا بيتكلم بيقول ايه كل ما تجيله فرصه عن النادي الاهلي. معظم المحترفين، ولكن حاله الشغف الذي يعيشها انيس بجلبان بتذكرني بطريقه احضاره. انا كنت في لجنه الكوره، وبعدين بنتكلم، وبعدين مستر مانو جوسيه قال انا محتاج مدافع، واعتقد اني في خط الوسط، واعتقد ان في لعيب اسمه انيس بجلبان في صفاقس، واعتقد ان ده ممكن يسد لنا الحته اللي احنا محتاجينها دي. انا تابعته لما لعبتهم، قلت له كنا في لجنه الكوره، قلت له مستر مانو استقريت عليه يعني اتواصل اخلصه؟ قال لي بص للجنه، فقالوا لي
اوكي احنا موافقين. وانا في اللجنه عملت له تليفون، دي حصلت معايا مرتين، مره مع الكابتن احمد فتحي، مره مع الكابتن انيس بجلبان. خلص بتليفون وانا قاعد في اللجنه، انيس تحب تيجي؟ قال لي يا ريت. قلت له خلاص هنبعت لك وانا حجاز العقود، هتيجي هتلاقي كل حاجه جاهزه. ما قاليش ابعت لي العقد ادريسه، ما قاليش حاجه من دي. قال لي اوكي انا جاي في اليوم الفلاني. رحت قابلته في المطار، كان في ناس بقى اصحابه عايزين ياخدوه من المطار، ودي اتكررت اكتر من مره، على نادي الزمالك. يعني حصلت مع الكابتن عمرو زكي، بس انا ما رحتش يوميها المطار. كان في مندوب من النادي، مش مع عمرو نفسه، مع الوكيل بتاعه، خدوا الوكيل وطلعوا بيه على الزمالك. انيس قال لي اعمل، قلت له لا انت هتطلع معايا دلوقتي. ونطلع وطلعنا على الكندا في الزمالك، فندق في الزمالك، كنت حاجز له اوضه، وانا قاعد عنده ابتدى اصحابه يجيله، منهم الناس اللي كانوا عايزين ياخدوه الزمالك الظاهر يعني. فانا بديله العقد اقراه، امضي يا انيس، يخشوا له الاوضه ويقعدوا معاه ويتوشوشوا معاه، وهو يبتسم ويبص لي كده. قلت له بص يا كابتن انيس، المغرب جدا، الفجر جدا واحنا قاعدين. قلت له انا هصلي الفجر، هخلص صلاه الفجر، عايزك تفضي لي الاوضه من اي حد موجود معاك، لاني قدامك بعد ما اصلي 10 دقائق لختم الصلاه. حضرتك هاخد الورق والمه واطلع النادي الاهلي، يا عليه توقيعك يا عملوش توقيعك. فبص كده وبص لهم خجلان منهم. خلصت صلاه لقيت الاوضه انا اهو. قلت له ايه؟ قال لي وانا جاي اعمل ايه؟ ما انا جاي امضي. مضى في توقيت قياسي، واصبح واحد من الصفقات المهمه جدا وهو يلعب وبعد اعتزاله. عشان كده استحق كل التقدير نصر قرطاج كما نلحظ في هذا التقرير عنه. بوجا نصر قرطاج، من لم يلعب للأهلي في إفريقيا لم يلعب لنادي من طراز مختلف حتى لو لعب في أوروبا. بهذه الكلمات لخص أنيس بوجلبان مشواره مع القلعة الحمراء. يعد أنيس بوجلبان الشهير بلقب بوجا أول لاعب تونسي يلعب في صفوف النادي الأهلي. انضم للقلعة الحمراء في موسم 2007 قادما من صفوف نادي الصفاقسي التونسي بعد أن لعب له 10 سنوات، حقق خلالها العديد من الإنجازات، كما أنه أحد العناصر الأساسية في المنتخب التونسي منذ عام 1999. لم تستغرق مفاوضات انضمام أنيس بوجلبان للنادي الأهلي سوى يوم واحد، وحضر اللاعب إلى القاهرة لتوقيع العقود رافضا 4 عروض من أندية مونبلييه الفرنسي والنصر والاتفاق السعوديين بجانب عرض الزمالك، إلا أنه فضل عرض الأهلي نظرا للاستقرار الذي يعيشه النادي. وحاول البعض إفساد المفاوضات، إلا أن مسؤولي النادي الأهلي تداركوا الأمر في اللحظات الأخيرة. ويعتبر أنيس بوجلبان أن لعبه للقلعة الحمراء حالة خاصة في قلبه وتاريخه، بل اعتبر أن النادي الأهلي هو كل تاريخه بدون منازع، وأبدا لن أنسى السنوات التي قضاها بين جدرانه. وتوج أنيس بوجلبان بالعديد من الألقاب المحلية والقارية مع النادي الأهلي، حيث شارك نصر قرطاج مع النادي الأهلي في 63 مباراة. وبعد مسيرة قصيرة ونجاحات مدوية، رحل أنيس بوجلبان عن صفوف النادي الأهلي في عام 2009 ليلعب في صفوف نادي الخليج الإماراتي سابقا وخرفكان حاليا، قبل أن يختتم مسيرته مع الساحرة المستديرة في الإفريقي التونسي. بعد اعتزاله اتجه أنيس بوجلبان إلى مجال التدريب، حيث تولى الإشراف على تدريب العديد من الأندية التونسية والليبية، وينتظره مستقبل باهر مع أهل بنغازي الليبي في الفترة المقبلة. ويحرص أنيس بوجلبان على زيارة بعثة الأهلي أثناء تواجدها في تونس، كما يحرص على التواصل مع الكثير من زملائه القدامى،
ليظل واحدا من اللاعبين المحترفين الذين تربعوا على عرش قلوب جماهير النادي الأهلي لما قدمه ويقدمه للقلعة الحمراء، كما أنه كان وراء انتقال المالية أليو ديانج من مولودية الجزائر إلى النادي الأهلي، وهو الآن واحد من أهم لاعبي خط الوسط في الكرة المصرية. أنيس بوجلبان، الحالة اللي عايشها مع النادي الأهلي فيها رد على المقولة الظالمة جداً أو لبانة ولاد النادي، كل واحد لعب ناشئ في النادي الأهلي يعتقد أنه حب الأهلي قاصر عليه هو كابن من أبناء النادي، ويظلم كل الناس اللي جات للنادي الأهلي اللي ممكن تديله سنة أو سنتين أقل أو أكتر لكنها تكون شديدة الوفاء والانتماء والحب الخالص للأهلي. أنيس بوجلبان حالة، عشان كده ربما كان في كلامه اللي جاي رد على هذه المقولة. يعني تحس أن أنت يعني اهلاوي وانت صغير مع جنب الاهلي، يعني بص لا لو حد كلمني اسالني والله اقول لك عادي انا ما يعني قدام كاميرا صحيح وقدام المشاهدين لكن عادي ما اخبيش يعني اللي موجود نقوله بكل براءه يعني ما عنديش ولا سيبك من انت لعبت الاهلي انت بتحب الاهلي طبعا شوف انا ما تربيتش في النادي الاهلي يعني ما كنتش من صغير لكن انا جيت في فتره للنادي وشفت الاحترام وشفت محبة الناس فعادي انه ديما تشوف النادي الاهلي في المقام الكبير يعني مش معناها مش لازم انك تكون بتكون في النادي او تربيت في النادي باش تكون انت يعني تنتمي للفريق هذا ولا تقدر الفريق ولا تقدر الناس اللي موجودين في الفريق انا تربيت في النادي الصفاقسي وتعديت بالنادي الاهلي ومستحيل اني ننسى الايام اللي عديتها في النادي الاهلي والالقاب انا كنت معاك في الايام الناس وانت كنت معانا وعملنا يعني صورنا كثير وشفت يعني ما تربيتش في النادي الاهلي ولكن جيت شفت الحب والاحترام وتقدير الناس وطبعا لا اخشى ان افصي عن حبي للنادي الاهلي هذا ملخص ما قاله مع زميل مهيب ولكن ايضا نشوفه في قناه اون تايم سبورت لسه الاسم في القلب اسم الاهلي طبعا يعني كابتن ممكن حتى في تونس مستغربين من العلاقه اكيد يعني انا اول حاجه لعبت في النادي الاهلي لعبت في احسن جيل في النادي الاهلي خذينا العديد من الالقاب قعدت علاقه طيبه سواء باللاعبين اللي كنت موجود معاهم او حتى الادارات اللي تعاقبت في النادي الاهلي فالعلاقه المميزه هذه الحمد لله انه اليوم كي نجي لمصر نحس يعني قبول من جمهور النادي الاهلي الناس ما زالت تتذكر أنيس بوجلبان هذه احسن حاجه هذه احسن حاجه بالنسبه لي اني لما نجي لمصر نحس وكاني ما زلت لاعب في النادي الاهلي وهذه ممكن اضافه النادي الاهلي قلت دي احسن حاجه في النادي الاهلي ايه بقى ان جمهوره ما ينساش مستحيل يعني النادي الاهلي من الفرق يعني اللي ما ينساش اللاعبين بتاعه انه ما ينساش انك تكون وفي للفريق ولا انك في يوم من الايام قدمت خدمه للنادي مستحيل انه ينساك ويقعدوا ديما نفس النظره انك نجم الفريق وانك واحد من ابناء النادي فهذه في لعيبه قبل كده سالوك قلت لهم كده يعني كلهم اي يعني اي حد بيجي النادي الاهلي يسالني اكيد ان نحكي له على عقليه داخل النادي الاهلي الاداره السيستم الجمهور الكبير الحب الناس الوفاء هذا الكل طبعا يعني هذوما حاجات موجودين في النادي الاهلي يعني مش يعني مش نزينه يعني هذا واقع ممكن هذه القوة النادي الاهلي انه يعرف يستثمر في اللاعبين حتى بعد ما يبطلوا في الكوره اعتقد انه النادي يعني قاعد يستغل خبراتنا انا ولا ممكن فلافيو او جيلبرتو يعني اي حد كان في وقت من الاوقات انتمى النادي الاهلي اذا النادي يستحقه ولا في افاده اكيد انه يرجع له يعني مهم جدا جدا الجملة اللي قالها دي الجديدة في الموضوع أنا أي حد يسألني على الأهلي
بحكي له عن النادي الاهلي وعظمه الاهلي وحب الاهلي ولماذا نحب النادي الاهلي. هي دي الرساله المهمه جدا اللي او الثقافه او العلاقه او الانطباع الذي يخرج به كل المحترفين من النادي الاهلي. وهي دي قيمه النادي الاهلي. شكرا انيس وكل التوفيق ليك في مشوارك المهني. استاذ علي الزين لما اتكلم انت ازاي حبيت الاهلي؟ قال لك حبينا الاهلي في لبنان من خلال مجله الاهلي. وكنا حريصين ان دايما وابدا تكون مجله الاهلي عندنا في البيت، زي ما مجله الاهلي عم قريب هتكون حريصه انها تكون موجوده في كل بيت عربي قريبا جدا ان شاء الله. لكن بحثا عما سبق وفي النظر لما هو حالي هناك الكثير في مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. اليوم صدرت مجلة الأهلي وهي تحتفي بانطلاقة أو افتتاحية الأهلي للموسم الجديد يا باشمهندس ميرسي تاو. ميرسي تاو على هذا اللاعب الجنوب أفريقي المدهش، وأيضا توجيه التحية لكل لاعبي الأهلي لاعبا بعد الآخر على هذا الأداء المشرف. وأيضا كما حرصت القناة أيضا على هذا الجانب المحايد في الانتخابات، أيضا مجلة الأهلي تمارس هذا الدور الحيادي الكامل مع فتح باب الترشيح سواء بنشر سي في أو تعريف بالسادة المرشحين، ثم احتفاء خاص جدا بافتتاحية الدوري وبنتائج الأهلي في كل الألعاب. وأيضا يمكن ده استعراض سريع لصفحات المجلة في صدر هذا العدد وعلى القيمة السوقية الأعلى للأهلي في مسابقة الدوري. الأهلي هو صاحب القيمة الأعلى تسويقيا بين كل الأندية ال 18 أعضاء مسابقة الدوري الممتاز. هذا عن مجلة الأهلي اليوم. فماذا كانت مجلة الأهلي من 40 سنة تحديدا منذ عددها رقم 268 اللي صدر يوم الخميس 12 ابريل 1979 1979 كلام مهم كان في مجلة الأهلي نشوفه في هذا التقرير. مجلتنا من 40 سنة وتحديدا في عددها رقم 268 وصادر يوم الخميس 14 من جماد الأولى لعام 1399 هجرية الموافق 12 من أبريل لعام 1979 ميلادية. جاء عنوانها الرئيسي الأهلي يبدأ مشوار الكأس، وفي باقي عناوين الصفحة الأولى رد حاسم من الأهلي على المتطاولين، ومباراة ساخنة للأهلي باستاد المحلة، والأهلي يجدد عقد هيدي كوتي هذا الأسبوع. لاعبو الأهلي في ضيافة مجلتهم احتفالا بالدوري، والأهلي ومنتخب الأرجنتين يوم 11 مايو. وفي الصفحة الثالثة رصد نجم الأهلي السابق محسن صالح التفاصيل الكاملة لتجديد الأهلي لعقد مدربه هيدي كوتي وأسباب قبول إدارة النادي والمدرب المجري لتجديد التعاقد. وعلى صفحتين كاملتين رصدت المجلة الغراء استعدادات فريق الأهلي لمباراته الهامة والقوية أمام المحلة في دور الثمانية لمسابقة كأس مصر. وفي نفس التوقيت تقام 3 مباريات أخرى في المسابقة تجمع بين الزمالك وإسكو والإسماعيلي وشبين الكوم وأخيراً المصري والاتحاد السكندري. وفي الصفحة ذاتها كتب الصحفي الكبير أحمد بهجت عن طلاسم التفويت في مباريات كرة القدم المصرية. وفي الصفحة الثامنة كشف المهندس عدل القيعي عن السمات الفنية والبطاقة الشخصية لحازم خالد نجم النادي الأهلي والذي لقبه المجري هيدي كوتي مدرب الفريق بمستر بافو والتي تعني باللغة المجرية شنبو، وكان زملاؤه يتفاءلون به خاصة في مباريات الفريق أمام الزمالك ويعتبر وش السعد خلالها. ويعتبر حازم خالد الكابتن حسن حمدي مثله الأعلى محلية ورود كرول الهولندي عالمية، حيث تعلم منهما الأداء الهادئ والبعد عن الفلسفة والمظهرية
مع حسن التصرف في الكرة والتقدير السليم لتحركات الخصم والكرة. أهمية بقى إن احنا نرجع فلاش باك كده ونستعرض تاريخ كل الأمور، وخصوصا لما تبقى موثقة، هتلاحظوا هذا التنوع الهائل بين المقالة والسير والتحليل والخبر، وإنك تستكتب عمالقة زي الكاتب الساخر أحمد بهجت، واحد من أعظم الكتاب في تاريخ صحيح. الصحافة المصرية صحيح. وكان يعني هو الأستاذ أحمد رجب حاجة مدرسة في الكتابة الساخرة، بيكتب في مجلة الأهلي، وبعدين شوف الأخبار والتنوع، يعني تمسك مجلة الأهلي دي لا تعرف منها تاريخ النادي الأهلي. برافو عليك والله أستاذ إبراهيم إنك بتفكرنا بالحاجات دي. إن شاء الله قريب جدا ده يكون متاح لكل جماهير الأهلي في إصدار تاريخي مهم. شكلك بتعمل مفاجأة إن شاء الله. قريب جدا، عشان كده هو ده تاريخ النادي الأهلي يا جماعة، هو ده النادي الأهلي بكل تاريخه وبكل الإرث الحضاري اللي بيمتلكه. عشان كده النادي الأهلي يضاء طريقه دائما بالشموع الحمراء. إسماعيل سري باشا واحد من عظماء النادي الأهلي الكبار، نشوف الكثير من ملامح مسيرة إسماعيل سري باشا في هذا التقرير. يعد إسماعيل سري باشا أحد العلامات البارزة والمضيئة في تاريخ النادي الأهلي، حيث كان أحد كبار المساهمين في تأسيس النادي. ولد إسماعيل سري في عام 1861 في قرية ريدة من مديرية المنيا. بدأ مشواره في العمل مفتشا للري في وزارة نبار باشا، ونظرا لكفاءته تدرج في المناصب حتى عين وزيرا للأشغال العمومية وزارة الري حاليا، ووزيرا للحربية عدة مرات. تقدم باستقالته من وزارة الأشغال بسبب الأزمة السياسية في فبراير عام 1920، والتي حدثت بسبب مطالبته بتعيين عضو مصري في لجنة فحص مشروعات الري الكبرى في مصر والسودان، ومطالبته بأن تتعهد الحكومة السودانية ألا تأخذ من مياه النيل إلا المقدار المحسوب لري المساحات المتفق عليها. من الأعمال الهامة التي أنجزها إسماعيل سري أثناء توليه وزارة الري الانتهاء من تعلية خزان أسوان وبناء قناطر إسنا، كما تم في عهده وبتشجيع منه إصدار كتاب ضبط النيل، وهو أول كتاب يتناول السياسة المائية حول نهر النيل. كما عين إسماعيل سري باشا رئيسا للجنة الأشغال بمجلس الشيوخ في 14 من مارس عام 1934. وارتبط اسم إسماعيل سري باشا بالنادي الأهلي، حيث كان أحد مؤسسيه ومن كبار المساهمين في شركة الإنشاء، حيث قام بشراء 40 سهما بقيمة 200 جنيه. كما قام إسماعيل سري باشا بعمل تصميم المبنى الرئيسي للنادي الأهلي في الزاوية الشرقية القبلية لأرضه بواجهة شمالية، واتفق مع المقاول يوسف أفندي أفتيموس على بنائه بمبلغ 2250 جنيها. كان إسماعيل سري باشا محط اهتمام وتقدير من الجميع لنظافة يده وخبراته الكبيرة، حيث وصفه عبد العزيز البشري في كتابه في المرآة بأنه جلالة علم في جلالة منصب، وأنه شيخ المهندسين المصريين، وإن له فوق هذا لشهرة عالمية. وطالب بأن يقام له تمثال يخلد به المثل الأعلى للتضحية والإيثار. علاقته بالنادي الأهلي، أحد الأعضاء المؤسسين، بأربعين سهم تمنهم 200 جنيه، واستطاع كمهندس نابه أن يقود يعني عملية بناء المبنى الاجتماعي ب 2250 جنيه. تصوروا دول يبنوا مبنى
يساوي النهارده لو عايز اعمله هو هو نفس المبنى 2 مليون وربع. شايفين الجنيه كان بيعمل ايه؟ عشان تعرفوا ال 200 جنيه اللي ساهم بيهم يساووا قد ايه؟ كمان ان يوصف بانه نظيف اليد ويستحق تمثال لقيمته الهندسيه والسياسيه. اللي عايز اتوقف هنا لما كان هو وزيرا يعني تقريبا للري، القضايا وهمومه اللي كانت شغلاه ايه؟ النيل. النيل واتفاقيات النيل بيننا وبين السودان، ما كانش لسه في حاجه اسمها اثيوبيا في النيل، وازاي حرصوا ان يبقى في سياسه مائيه يتضمنها كتاب يشرح فيه يعني ايه نحافظ على النيل ويعني ايه السياسه المائيه. ضبط النيل. ضبط النيل. كمان انه يعني كان رئيسا للجنه الاشغال بمجلس الشيوخ اللي هي في 34. الحقيقه هؤلاء الشموع الحمراء التي اضاءت مشوار الاهلي وكما اضاءت المشوار السياسي والاداري في مصر على اعلى مستوى هو تاريخ يزخر به النادي الاهلي يكاد يكون منفردا. هو ده النادي الاهلي. تحيه واجلالا دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير. أيها الناس.